مرحبا بكم مشاهدينا، مستمرون وياكم في هذه التغطية المباشرة من قناة الميادين لمواكبة التطورات الحرب على غزة والتصعيد الكبير على جبهة الإسناد اللبنانية، حيث وسعت المقاومة الإسلامية في لبنان منذ صباح اليوم حصارها بالنار على شمال فلسطين المحتلة وتشن هجوما يعد الأكبر منذ بدء الحرب، مستهدفة مواقع ومنشآت عديدة للاحتلال بينها مصانع عسكرية بمئات الصواريخ والقذائف ردا على العدوان الإسرائيلي على بلدة جوية الجنوبية. الإعلام الإسرائيلي أكد أنه منذ الصباح بات الشمال كله تحت هجوم الصواريخ. نواكب هذه التطورات معنا مراسل ميادين من جنوب لبنان علي مرتضى، ومعنا هنا في الاستوديو دكتور بلال لقيس الخبير بالعلاقات الدولية. مرحبا بك وبزميلنا علي مرتضى. وقبل أن نقف عند آخر التطورات، هذه الجبهة حيث وصلت اليوم أكثر من 10 عمليات عند منتصف النهار 12 ظهرا بتوقيت القدس الشريف، سنتابع هذه المشاهد لتوسع نيران في الصفد عقب القصف الصاروخي للمقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله. نتابع. إذن هذه مشاهد لتوسع النيران في صفد في شمال أرضنا المحتلة فلسطين عقب القصف الصاروخي للمقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله. إذن نحن نتحدث عن صلية صاروخية هي الأكبر منذ بدء الحرب، هذا التوصيف استخدمته وسائل الإعلام الإسرائيلية عندما نتحدث عن أكثر من 10 عمليات حتى منتصف النهار 12 ظهرا، 5 عمليات منها كانت ردا على جريمة الاغتيال في جوية جنوب لبنان. نتحدث عن كم واسع من النيران، عملية مركبة واسعة حتى على مستوى التزامن لهذه الصلية الصاروخية الكبيرة، تزامنها، انطلاقها، شدتها، النار، جغرافيا الواسعة التي طالتها، عدد القواعد العسكرية وتنوعها وإصابتها بشكل مباشر. إذن جبهة شمال لبنان تصل إلى مستويات كبيرة، هو عنوان كبير إذن والتوصيف لوسائل الإعلام الإسرائيلية. الشمال كله تحت هجوم الصواريخ، كيف يبدو المشهد الآن؟ مباشرة إلى الزميل علي مرتضى. إذن النيران تتسع في صفد، يا علي آخر المعلومات والمعطيات، ما هو عنوان هذا اليوم في جبهة الإسناد اللبنانية؟ يعني إذا أردت أن أعطيه عنوان، هو الشمال يحترق، كل الشمال، لأنه الهجمات العسكرية كما ذكرت راميا، الهجمات التي حدثت لم تترك مكانا إلا وضربت فيه، لم تترك قاعدة مخفية موجودة احتياطية أساسية إلا وضربت، كان هجوما كبيرا للغاية وهو هجوم لا يزال مستمر. الحدث العسكري المتمثل بالرد على جريمة الاغتيال التي حدثت بالأمس في جوية لا يزال مستمرا وعلى قدم وساق، على رغم كل كثافة النيران التي رأيناها منذ الصباح وحتى هذه اللحظة، إلا أن الحدث لم ينتهي. قبل قليل دوت صافرات الإنذار في الجليل الغربي تخوفا من اختراق جوي، وأطلقت الصواريخ الاعتراضية في السماء، أكثر من 5 إلى 6 اختراقات جوية أو اشتباهات باختراقات جوية أدت إلى دوي صافرات الإنذار في هذه المناطق. كل المنطقة تقريبا تقف على رجل ونصف، المستوطنين المتواجدون في الشمال وصولا، يعني إذا تحدثنا عن الجليل الغربي وصولا إلى نهارية، وإذا تحدثنا عن إصبع الجليل والجليل الأعلى وصولا حتى بحيرة طبرية، كل هذه المنطقة بالمجمل كلها تحت انذار، تحت وطأة صافرات الانذار، وبالتالي كل الاجراءات التي تتخذ للمستوطنين بالبقاء الى جانب الملاجئ او النزول الى الملاجئ، وايضا الاجراءات التي يتخذها العسكر، اجراءات عسكريه تحسبا من الاستهدافات، كلها موجوده ومتخذه. وكما ذكرت نتحدث عن 12 عملية نيران مباشرة من لبنان تطلق إذن باتجاه هدف إسرائيلي في الجليل الغربي. كما ترين يعني لحظويا الأمور تتطور، لحظويا الأمور تتسارع بالفعل. الآن أيضا نيران مباشرة من لبنان تطلق باتجاه الجليل الأعلى، صليات من الصواريخ أطلقت باتجاه ذاك المكان. بالمجمل نتحدث عن يوم مشتعل للغاية، والعنوان هو العنوان الأساس هو دعم غزة، والعنوان الثانوي الأهم هو الرد على جريمة الاغتيال في جوية. حتى اللحظة ما ضرب 3 مقرات عسكرية. هذه العمليات، وأنت قلت أنه وصلنا إلى
12 عملية وصلنا إليها اليوم عندما نتحدث عند الواحدة ظهرا بتوقيت القدس الشريف. نستعرض هذه العمليات وترتيب أيضا الأهمية وإياك زميلنا علي مرتضى. نعم بالفعل، يعني بترتيب الأهمية بداية نتحدث عن المصنع، مصنع العسكري الذي استهدف في بلسان هو مصنع مهم للغاية. مجرد معرفة حزب الله بعمل هذا المصنع وما يقوم به وما هو مختص به عبر وضع وهو للصناعات العسكرية المتخصصة في التدريع وحماية الأليات والمركبات لصالح جيش العدو في مستوطنة سعسع، هذا أولا. إذن المصانع التي تدرع الأليات المتواجدة بطول الشمال، هذا المصنع ضرب مباشرة. بعده ضربت ثلاث قواعد ومقرات عسكرية قيادية إسرائيلية هامة للغاية، مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتين بعشرات صواريخ الكاتيوشا استهدف. لا نزال قبل قليل استعرضت زميلتي رامية النيران التي تتسع في تلك المنطقة، لا تزال فرق الإنقاذ وفرق الدفاع المدني وتدعمها طائرات مروحية في المنطقة كونها يعني قليلا إلى الخلف في العمق، وبالتالي ليسوا خائفين من استهدافها، وحتى اللحظة لم يستطيعوا السيطرة على هذه النيران. كذلك مقر آخر وهو المقر الاحتياطي، يعني ضرب المقر الأساسي للفيلق الشمالي والمقر الاحتياطي للفيلق الشمالي في قاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها في عميعاد، وأيضا في عميعاد هناك حريق لم تسيطر عليه بعد الدفاع المدني في تلك عند العدو الإسرائيلي. مقر آخر يستهدف وهو مقر وحدة المراقبة الجوية في ميرون، وهذه المرة يقول حزب الله بأنه استهدف إدارة العمليات الجوية على الاتجاه الشمالي، يعني وكأنه يحدد استهداف نقطة، وليس فقط استهداف ميرون بشكل عام بل استهداف القسم المعني بإدارة بإدارة العمليات الجوية باتجاه الشمال، يعني باتجاه لبنان وباقي المنطقة، أيضا بعشرات صواريخ الكاتيوشا. هذا عدا عن ما حدث في زرعيت عبر استهداف قذائف المدفعية، والباقي هي مواقع وأجهزة تجسسية استهدفت على طول الجبهة. مزارع شبعة تعرض 4 مواقع فيها للهجمات، نتحدث عن رويسة القرن والرمثة وكذلك السماقة. أما الراهب أيضا تعرض لنيران مباشرة من لبنان، موقع رامية تعرض لنيران مباشرة من لبنان، وكذلك رويسات العلم قبل قليل أطلقت نيران مباشرة باتجاه التجهيزات التجسسية التي فيه وأصيب إصابة مباشرة. الآن يخبرني مصدر ميداني بأن هناك تمشيط من موقع بركاتريشي وأطلاق بضع قذائف مدفعية باتجاه إحدى البلدات في القطاع الغربي. إذن يعني تشتعل المنطقة عن بكرة أبيها. أيضا الاعتداءات الإسرائيلية لم تتوقف، غارات إسرائيلية استهدفت المنطقة بين زبقين وياطر تقريبا 3 غيارات، وقبل قليل أيضا تعرضت أطراف بلدة الطيب لغارة حربية إسرائيلية، هذا بالإضافة إلى قذائف المدفعية التي استهدفت أطراف الطيري مروحين الجبين طير حرفة زبئين وادي حسن حنين والعديسي. بالعديسي أطلق العدو الإسرائيلي قذائف الفوسفور ما أدى إلى اشتعال حريق في تلك المنطقة، والآن سقطت قذيفة مدفعية بين منطقة مروحين بين بلدتي مروحين ورامية. نتحدث عن نهار مشتعل للغاية، نتحدث عن نهار لم تتوقف أحداث، والأهم بكل ما يحدث بأن الملف لم يقفل، يعني لا تزال الأمور تسري على قدم وساق. كما ذكرت لك 11 عملية تبناها حزب الله، أضف إلى ذلك رصدنا لاختراق جوي باتجاه الجليل الغربي، لم نعلم إذا كان بطيران انقضاضي أو كان بطيران للرقابة، صواريخ باتجاه موقع في الجليل الأعلى، أيضا صواريخ باتجاه موقع في الجليل الغربي، أيضا هجوم بنيران مباشرة باتجاه الجليل الغربي. كل هذا يأتي ضمن عنوان هو الرد على جريمة الطيبة. بالمبدأ يمكن القول بأن حزب الله يصعد كثيرا في مقابل هذا الرد، أولا لأن الشهيد له وزنه العسكري، له وزنه المقاوم، الشهيد الذي له باع طويل في القتال ضد العدو الإسرائيلي وفي القتال ضد التنظيمات الإرهابية وفي القتال في كل المواقع التي قاتل فيها حزب الله. الحاج أبو طالب هو أحد أعمدة المقاومين الميدانيين الرئيسيين الذين كانوا في خدمتهم على الجبهة منذ بداية هذه الحرب، والذين كانوا في خدمتهم على مختلف الجبهات إن كان في حرب 2006 أو حتى في جبهات سوريا وصولا إلى البوسنة. وبالتالي الرد يأتي بشكل يناسب الموقع لهذا القائد الجهادي الكبير ورفاقه الذين استشهدوا بالأمس، هذا أولا. وثانيا يأتي بضمن سياق رغبة حزب الله بردع العدو الإسرائيلي عن القيام بأي هجمات أخرى باتجاه منازل المدنيين وباتجاه المدنيين وأيضا باتجاه المجاهدين، وهذا ما لاحظناه منذ بداية هذا
هذا الشهر مع التصعيد الكبير. يعني ردة فعل حزب الله على كل ضربة إسرائيلية تأتي بشكل كبير وقاسي، رغبة منه بوضع حد. لم يطلق صواريخ دفاع جوي باتجاه طائرات حربية إسرائيلية إلا خلال هذا الشهر، لم يسقط هذا العدد من الطائرات المسيرة الهرمز 450 والهرمز 900 بالإضافة إلى سكاي لارك إلا في هذه الحرب. هناك رغبة بالتصعيد، هناك هجمات تحدث في العمق، هناك ملاحقة للقواعد العسكرية التي تتراجع إلى الخلف، كيلومترات إلى الخلف. يعني أقرب قاعدة عسكرية باتت موجودة على الحدود أخليت ويوضع قواعد أخرى، وبالتالي رامية نحن أمام مشهد يمكن عنوانته عودة إلى بداية هذه الرسالة. الشمال بالفعل يحترق تحت نيران متنوعة وكثيفة يطلقها حزب الله. وهنا زميلنا علي مرتضى أيضا نشير لعاجل على شاشة الميادين. مجلس الجليل أعلى اندلاع عدة حرائق من جراء سقوط صواريخ وطائرة بدون طيار في عدة مناطق بالشمال. هذا ترجمة عملية لما تفضلت به، بدأت رسالتك وختمت هذه الرسالة. زميلنا علي مرتضى، في نقطة طالما نتحدث عن هذا اليوم ولو بشكل سريع، نريد لك نطلب منك أن ترسم لنا صورة الرسالة بالنيران. يعني عندما تحدثنا عن الصلية الصاروخية الأكبر 150 يعني قذيفة صاروخية بين ثقيل وكاتيوشا على تنوعها، أنت أخبر في لحظة واحدة مواقع متعددة، دائرة شعاع جغرافي واسع جدا، رسالة واضحة وأيضا تكريس معادلات. ارسم لنا مشهد هذه العملية في رسالتها. يعني في الحقيقة هذه العملية هي عملية لها العديد من الأبعاد. أولا حزب الله يقول بأنني أستطيع أن أكثف النيران إلى المدى الذي أريد، وبأن كلام الإعلام الإسرائيلي عن أنني عن أن حزب الله قادر على إطلاق 1000 إلى 2000 صاروخ بالنهار، هذا ممكن أن يحدث وهذا لدي بقدراتي. هذا أولا. ثانيا بأن إطلاق الصواريخ بهذه الكثافة ليس اعتباطيا، بل هو إطلاق نقطوي باتجاه قواعد عسكرية محددة مسبقا موجودة بجعبة المقاومين، موجودة لديهم على الخريطة، يراقبونها عبر الجمع الحربي، يعلمون تفاصيلها، وبإمكانهم أن يستهدفوا أكثر من هدف بلحظة واحدة. لاحظي يعني أي قدرة دفاع جوي بالعالم تستطيع أن تقف أمام هذه الكثافة بالصواريخ وأمام معرفة المقاومين بأماكن القواعد الهامة وضربة. وبالتالي الرسالة الأولى عبر هذه العملية بأن حزب الله يستطيع بعملية واحدة أن يدمج 3 إلى 4 إلى 5 عمليات عسكرية مع بعضها البعض بشكل متزامن وبتوقيت واحد، وهذا بحد ذاته كابوس بالمصطلح العسكري لأي جيش يريد أن يقف بوجه الهجمات. وبالتالي لم تعد الهجمات بالمفرق، لم نعد نرى بأن موقعا يضرب هنا وموقع آخر يضرب هنا، نرى هذا الموضوع طبعا في سياق الحرب بشكل كامل. ولكن هذه العملية بخصوصيتها نتحدث عن أكثر من 150 صاروخ باتجاه 4 مقرات و4 قواعد عسكرية بالتزامن مع إدخال مسيرات رقابية ربما جوية ومسيرات انقضاضية. مع العلم حتى لحظة لم يعلن حزب الله عن تنفيذ عمليات بمسيرات انقضاضية، ولكن هذا لاحظناه من قبل. وبالتالي الرسالة الواضحة من هذه العملية العسكرية بأن حزب الله قادر على تنفيذ عمليات متنوعة، عمليات بأكثر من نوع من النيران باتجاه أكثر من هدف بشكل متزامن وبلحظة واحدة. فكيف إذا ما قرر حزب الله أن يقوم بأكثر من عملية من هذا النوع على طول الجبهة؟ أعتقد حينها سنقول أن الشمال دمر وليس الشمال أحرق. وبالتالي حزب الله يضغط كثيرا ويظهر شيئا مما يملكه من القدرات العسكرية بما تيسر من الأسلحة التي كشف عنها ولم يدخل بعد الأسلحة الجديدة أو الأسلحة التي نحن لا نعلمها والإسرائيلي لا يعلم. هي صورة مصغرة برسالة واضحة مباشرة تحمل الكثير، يمكن أن نقف عند قراءتها أيضا مع ضيفنا هنا في الاستوديو. سنطلب منك رجاء زميلنا علي مرتضى أن تبقى معنا مع الإشارة أيضا للعاجل على شاشة الميادين. إذن الإطفاء الإسرائيلي 25 فرقة مدعومة بالطائرات تقوم بإخماد عشرات الحرائق بفعل الصواريخ التي سقطت بالشمال، وهذه صور لمشاركة الطائرات في الجليل الأعلى لإخماد الحرائق التي ما زالت تشتعل وتمتد هناك في شمال أرضنا المحتلة فلسطين بفعل الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله. إذن هناك مشاركات الآن من الطائرات لإخماد هذه الحرائق، والصورة التي نتابعها هي في الجليل الأعلى بشمال أرضنا المحتلة فلسطين. إذن المشهد يتصاعد بشكل كبير، هذه رسالة قوية من جبهة الإسناد اللبنانية ترسلها المقاومة الإسلامية في لبنان على عدة مستويات لأهمية هذه الجبهة. هي جبهة إسناد بكل تأكيد لغزة، هي جبهة الدفاع أيضا والتحصين عن سيادة لبنان
وهي جبهة العمل المقاوم لتحرير باقي جغرافيا لبنان المحتلة. لديها العديد من المستويات والأهمية تجلت كلها اليوم في المستوى الذي وصلت إليه بالعمليات الميدانية. هنا أنتقل إليك دكتور بلال لقيط، مرحبا بك من جديد، الخبير بالعلاقات الدولية ضيفنا هنا في الاستوديو. رسالة اليوم في الميدان في الاستراتيجية، ماذا قالت المقاومة بصواريخها في العمليات التي شهدناها، ولا سيما تلك التي انطلقت في ساعة واحدة أكثر من 150 صاروخا في جغرافيا واسعة؟ مسيكم بخير، مثل الجهاد والشهادة، واسمحي لك عبر تعبير أننا نكبر وننحني أمام هذه القامات الجهادية. وربما يصعب الحديث عن شخص، خصوصا إذا بيعرفه الواحد، يعني بامتياز هو نموذج أخلاقي فضلا أن يكون جهادي، فيصعب الحديث في هذه اللحظة كيف يمكن أن يجمع الإنسان بين المشاعر وعظيم هذه القامة وبين التحليل السياسي والعقلانية السياسية وإلى آخره. بكل الأحوال تحدث عن الحاج القائد طالب سامي عبد الله الملقب بالحاج أبو طالب الذي ارتقى شهيدا بعملية اغتيال إسرائيلية، ونرى في إطار رسالة الرد الواسعة وتكريس المعادلات للمقاومة اليوم. صحيح، فهيدي التحية الأولى. اثنين، اسمحي لي عبر يعني ولو تمين عن أسى، بس بدي مره هلأ لمن كان في الأيام الأولى يعني ينظر إلى جبهة لبنان بعنوان أنها يعني جبهة ثانوية أو أنها جبهة غير مؤثرة أو أنها تلهاية يعني ببعض الأحيان، لنكتشف مع مرور الوقت أن جبهة لبنان على مستوى النوع والتأثير والخطورة والأبعاد ها هي تثبت الأيام أهميتها وحساسيتها وخطورتها والأبعاد والمستويات التي يمكن لهذه الجبهة أن تؤثر فيها في الصراع. اثنين، بطبيعة الحال يعني نحن أمام تطور، يعني نحن أمام تصعيد، يعني تصعيد إسرائيلي. هلأ ممكن القول أنه كان متوقعا، يعني نحن في القراءة السياسية ربما القبلية هل كنا نتصور أننا سنكون أمام تصعيد في هذه الفترة والفترة المقبلة؟ نعم، يعني أستطيع لكي لا أتحدث بطريقة المتفاجئين مما يحدث، لا، السياقات، المسار العام، التوقع القبلي أن الأشهر التي نحن فيها يمكن أن تشهد مزيد من التصعيد على مستوى جبهة لبنان دون أن تصل كما صرنا كلنا بتصور متفقين إلى حد الحرب، ولكن هي جبهة يفترض خلينا نقول كل طرف فيها أن ينهي المشهد ويده فوق يد الطرف الآخر، يعني يده الأعلى. وبتصور اليوم اللي عم بيصير هذا جزء من هذا المشهد. هلأ نعم، هذا التصعيد إسرائيلي، هلأ بغض النظر حنفسره، يعني حنناقش في هذا التصعيد خلفياته ماذا يرتجل إسرائيل منه، ولكن بكل الأحوال إنه تصعيد يفترض ردا بلحاظه كتصعيد، فضلا عن اللحاظ الأوسع اللي مرتبط بغزة والمقاربة الأوسع المرتبطة اليوم بالصراع اللي جاري بغزة. فعشان هيك بعتقد اليوم ما نشهده اليوم وما هو في سياق، يعني هو ليس الرد. يبدو أنه كل بيانات الإعلام الحربي اللي عم نتابعها أن كل ما يحصل الآن هو في سياق الرد، وبالتالي الرد على اغتيال الأخ الحاج أبو طالب لم يأتي. لكن كيف يتم الانتقاء في رسائل الانتقاء؟ يعني اليوم عندما يكون في إطار الرد المقاومة الإسلامية في لبنان في مسار بدأ هذه الجبهة وصولا إلى اليوم، تنتقي مواقع بعينها، تدخل نوعية معينة من الأسلحة، تختار مديات نوعية أيضا للمواجهة. في صورة اليوم على المستوى العسكري والميداني أي رسالة؟ يعني كان يشير زميلنا علي مرتضى وكأنها صورة مصغرة، بالتأكيد يعني لدى المقاومة إمكانات عسكرية واستطلاع بالنسبة للمواقع تدخلها تباعا، لكن وكأنها صورة مصغرة أريد أن يرسل شيء ما لإسرائيل من خلالها على المستوى طبعا العسكري. وبرجع بقول هذا في سياق، يعني بعد يعني المشهد ما انتهى، إن كان بخصوص الشهيد الحاج أبو طالب ولا المشهد الأوسع، لأني قلت قدام نحن مبين المسار في تصعيد، ما يعني واضح إنه في تصعيد.
ليه بظن انه هالمعركه من بدايتها من اليوم الثاني من 8 تشرين من بدايتها حددت فيها محددات عامه وترك كل شيء للميدان، وهذا مرتبط بطبيعه يعني القواعد وسيوله قواعد الاشتباك اللي صارت بالمنطقه بعد 7 تشرين. فبظن انه المقاومه اليوم محور تركيزها، يعني اعتقد في تفكيرها محور تركيزها هو ملاقات نفس اهداف المقاومه الفلسطينيه في غزه، يعني في ضرب الهيبه، الكينونه، الجيش، الثقه يعني على مستوى الكيان. كانه نحن اليوم رايحين من خلال هذا المشهد عندما نرى الشمال يحترق، يعني الى صوره لم يكن الاسرائيلي تاريخيا كان يقاتل في الاراضي العربيه، اليوم جزء من المشهد الغريب خلينا نقول الجديد، المعارك اليوم كلها في داخل فلسطين المحتلة، إن كان في غزة، إن كان في الضفة الغربية، ولا اليوم إنه الشمال يحترق. يعني هذا مشهد على مستوى الوعي الإسرائيلي، هذا مشهد يعني خليني أقول يكوي الوعي صراحة. وبالتالي المقاومة تريد أن تستمر في تعميق هذه الأزمة، يعني هذه العناوين اللي هي أنا بعتقد نفس العناوين التي أرادتها المقاومة الفلسطينية في غزة في سياق صراعها الأهداف الكلية. فوقت عم ينقام بهذا العمل الكثيف باتجاه الشمال أو ما سيليه لضرب يعني البنية الأهم أو البنية الأساسية اللي علاقة بهذا الجيش، لأنه بعتقد من خلال شهر وجاي بيّن أنه المقاومة كتير عم تركز على أن هذا الجيش ليس حاميا، يعني اللي بيراقب طبيعة العمليات مثلا نشوف المسيرات، المسيرات تعبر، نكتشف أن الإسرائيلي لا يستطيع اكتشاف المسيرات وتصل إلى أهدافها نقطويا، ثم نرى في كل لحظة أن المقاومة تتقدم بنوع جديد من السلاح لكأنها تقول للشارع الإسرائيلي أن الجيش وما يسمى التنبه يعني الاستشعار الاستراتيجي يبدو ليس لديه كامل المعلومات حول المقاومة. ثالثا تبدي المقاومة من خلال انتقاء الأهداف أن الكيان الصهيوني مكشوف أمامها. رابعا دائما هناك جديد في استخدام الأسلحة، وكأن المقاومة تريد أن تحبط يعني العقل العسكري الإسرائيلي وبنفس الوقت تعمق أزمة الثقة بما تبقى من ثقة بهذا الجيش الإسرائيلي. لأنه هي نقطة استراتيجية ومهمة، طبيعة العلاقة في إسرائيل بين بين قوسين المجتمع الإسرائيلي والجيش هي عنوان مفهوم قيام هذا الكيان، وبالتالي ضرب العقد بين المجتمع الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي هذه واحدة من النقاط الاستراتيجية والمهمة جدا، مع الإشارة إلى أننا نسمع التصريحات والتعليقات والغضب يتنامى في الشمال بالنسبة لمستوطني الشمال وأيضا بالنسبة لرؤساء المجالس الإقليمية، يعني الإدارات البلدية المحلية وما إلى ذلك. رئيس المجلس الإقليمي ماتي أشير موشي يقول سكان الشمال يرتجفون في الغرف المحصنة وفي محطات التلفزة يبثون وصفات الكيش والفطائر لعيد الأسابيع بن قوسين كما يتم تسميته، ويبدو أن دولة الشمال كما قال لا تنتمي لإسرائيل، الحكومة الإسرائيلية مفصولة عن الواقع. هذه ترجمة لما تفضل بطرحه لضرب العلاقة، وكان لافت أيضا أنه الملاجئ كانت مقفلة وكان في غضب بأنه يعني سكان طبرية مثلا الذين وجدوا الملاجئ مقفلة أثناء انطلاق صفارات الإنذار وبالتالي وجدوا أنفسهم خارج الملاجئ، يعني هذه فكرة عدم القدرة على الحماية والتعامل مع التطورات وصلت لمستويات عالية جدا. طبعا هذا جديد، لأنه يعني عادة تقولوا العقد بإسرائيل انعقد بعلاقة خارجية مع الغرب وبالذات أمريكا، واليوم إذا نظرنا فيها بالمعنى العميق نجد أن العلاقة دخلت في الأرضية التي تقوم عليها هذه العلاقة، دخلت في تصدع، وهذا اللي عم نشوفه بالمجتمعات وبالجامعات الأمريكية. والنقطة الثانية أن عمود الارتكاز أو هذه يعني اللي يسموه البقرة الذهبية أيضا اليوم تعاني من أزمة في داخل فلسطين في مواجهة يعني الإخوة في المقاومة الفلسطينية اللي عم نشوفه، والجديد أنه في لبنان دخلت هذه الأزمة. يعني أعتقد أن محور تركيز المقاومة اليوم ليس الذهاب بمشهد يعني يأخذ المنطقة إلى حرب، إنما محور تركيز المقاومة اليوم هو بالإمعان، الإمعان في إضعاف قدرة الردع وهيبة وعقل الجيش الإسرائيلي ونظرة هذا المجتمع لهذا الجيش. إذا حققنا هذا الهدف، وطبعا نحن نحققه تدريجيا لأنه المسار مبين أنه مسار تراكمي، يعني المسار نقطوي، ففي كل مجموعة نقاط يمكن أن نحققها مجموعة النقاط تتحول من نقاط إلى معطى أو إلى قاعدة على طريقة أنه
مجموعة النقاط بتتحول لقاعات. نعم، الكسب بالنقاط يعني هذا ما أعلن عنه مع بداية هذه الجبهة من الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر. صحيح، فهذا المطلوب هلأ، يعني هذا التركيز يعني اليوم مش مطلوب ربما يعني الكثافة للكثافة، وليس المطلوب إظهار أننا أقوياء، إسرائيل والعالم يعرف مدى قوة المقاومة. اليوم الذي يجب أن يفهم هو الإسرائيلي، هو المجتمع الإسرائيلي، هو قادة الجيش الإسرائيليين، أن ساحتكم مكشوفة، أن قدرة المقاومة على إيصال على الوصول لأي هدف مقدور عليها، أن هذا الذي يحبط الكيان. وبرأيي المقاومة كما سيتبين في الأيام المقبلة عندما سيأتي بيان الرد النهائي أو الرد الفعلي على اغتيال الحاج أبو طالب، ربما الناس ستقف مشهودة مدهوشة، لسيما في الكيان الصهيوني، أن المقاومة قادرة أن تصل إلى أمور حساسة، إلى قضايا كانت تعتبر خطوط حمراء بالنسبة لإسرائيل لم يفكر أحد فيها، وإذ بالمقاومة سيتفاجأ الإسرائيلي أنها وصلت إليها، وهذا معطى يكوي الوعي الإسرائيلي. طيب، وسنوسع في ذلك خصوصا فكرة التصعيد ما دون المواجهة الأوسع، وما زال مستوى التصعيد ضمن المسار المرسوم لهذه الجبهة في بين قوسين في إطار التصعيد وليس فتح ربما اشتباك أو مواجهة أوسع من ذلك. تبقى معنا دكتور بلال لقيس، نشير أيضا إلى العاجل على شاشة المدينة كان قبل قليل بالنسبة لعمليات المقاومة الفلسطينية. سرايا القدس، قصفنا بقذائف الهاون النظامي من عيار 60 تجمعا لآليات الاحتلال وجنوده في محيط مسجد السلام غربي مخيم الشابورة في مدينة رفح. وننتقل مباشرة إلى خان يونس في جنوب القطاع الصامد، من هناك ينضم إلينا زميل أحمد غانم مراسل الميادين. نقف عند آخر تطورات مشهد اليوم، ونحن في اليوم 50 بعد 200 من هذه المواجهة الملحمة والإبادة والعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة الصامد. رامية، المواجهة محتدمة في هذه اللحظات بين المقاومة الفلسطينية وكذلك الجيش الإسرائيلي في مخيم الشابورة. الجيش الإسرائيلي دفع خلال الساعات الماضية بقوات عسكرية كبيرة إلى قلب هذا المخيم بعد العملية البطولية التي نفذتها كتائب القسام، وفجرت منزلا من عدة طبقات في قوة إسرائيلية دخلت إلى أحد المنازل في شارع أبو الصابر، أحد شوارع مخيم الشابورة الشهير. طبعا حتى في الانتفاضة الأولى عام 87 الجيش ربما يريد الانتقام من هذا المخيم. هذا المخيم هو تقريبا شبه مخلى من السكان. الآن المعركة بين المقاومة في هذا المخيم وبين الجيش الإسرائيلي الذي نفذ سلسلة واسعة من الغارات الإسرائيلية وقصفا مدفعيا سجاديا مهد الطريق للقوات الإسرائيلية من أجل الدخول إلى هذا المخيم دون أن يلاقي مقاومة، ولكنه تفاجأ في الحقيقة من مقاومة عنيفة. ما نزلنا نرصد منذ ساعات الصباح الأولى محاولات إسرائيلية للتقدم، ولكن المقاومة تواصل على الأرض ميدانيا التصدي للجيش الإسرائيلي. يعرف هذا المخيم في الحقيقة باسم كتيبته، كتيبة الشابورة التابعة لكتائب القسام في لواء رفح، أحد أقوى الكتائب في المدينة، والذي يقاتل في منطقتين، منطقة وسط البلد وكذلك أيضا تنطلق أو له مداد، أو إذا جاز لي القول بأنه أيضا له مناطق تنفيذ عملياتية في المناطق الشرقية لمدينة رفح. ونفذت هذه الكتيبة في السابق سلسلة من العمليات الناجحة، وشاركت بشكل أساسي في اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2011. على كل حال، المقاومة أيضا مندلعة في محاور أخرى في مدينة رفح، ولا سيما على الحدود المصرية، تحديدا في مخيم البرازيل للاجئين الفلسطينيين. المقاومة تتصدى عبر قذائف الياسين 105 وترشق تحشدات الجيش الإسرائيلي بقذائف الهاون كما أعلنت قبل قليل سرايا القدس. هناك محاور أخرى كمحور مربع ما يعرف بمسجد العودة، أحد يعني الأماكن المعروفة في المخيم، ويبعد عن بوابة صلاح الدين مقدار 500 متر فقط، وهو مكان ومركز لتحشد القوات الإسرائيلية. تنطلق منه الآليات باتجاه المناطق الجنوبية في عمق مخيم، أو المناطق الشمالية عفوا، في عمق مخيم أو معسكر الشابورة للاجئين الفلسطينيين. الجيش الإسرائيلي يعمد بالمدفعية إلى استهداف المناطق الشمالية لمدينة رفح وتحديدا منطقة عريبة، وكذلك المناطق الغربية، تل السلطان، منطقة دوار العلم، وكذلك الحي السعودي اليو ان دي بي. معظم هذه المناطق تتعرض إلى
قصف عنيف من الطائرات الحربية وكذلك بالمدفعية. المنطقة الأخرى التي تشهد عدوانا إسرائيليا متزايدا منذ عدة أيام هي محافظة غزة تحديدا المدينة. الجيش الإسرائيلي قصف 3 منازل منذ منتصف الليلة الماضية، أحد هذه المنازل في حي الدرج، 8 شهداء، 6 شهداء في قصف منزل لعائلة مرتجى في الشجاعية، وقصف هذا الصباح منزلا لعائلة عزام في حي الزيتون نجم عنه 6 شهداء، وكان يوم أمس قد شهد مجزرة باستهداف شقة سكنية في حي الزيتون أدت إلى ارتقاء العشرات من الشهداء. فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه من الجو، تقصف المدفعية الأحياء الجنوبية الغربية لتل الهوى والشيخ عجلين والأحياء الشرقية لمدينة غزة بشكل عام كحي الزيتون، الشجاعية، التفاح، الشعف، حي الدرج، وكذلك يطال هذا القصف المدفعي الأحياء الشمالية أو الشرقية لجباليا وبيت حنون وبيت لاهية. وزارة الصحة على الشق الإنساني أصدرت بيانا حذرت فيه أولا من توقف خدمات غسيل الكلى في قطاع غزة بفعل انعدام الوقود، وحذرت فيه من توقف محطة توليد الأكسجين الرئيسية، وحذرت فيه من توقف خدمة الإسعاف بشكل كامل في معظم محافظات قطاع غزة بفعل عدم سماح الجيش الإسرائيلي بإدخال الوقود اللازم لتشغيل المولدات الاحتياطية أيضا للمستشفيات المهددة بالتوقف. هذه المستشفيات قد تعمل لمدة 2 أو 3 على الأكثر، ولكنها لا تستطيع الصمود في ظل إغلاق معبري كرم أبو سالم ومعبر رفح اللذان تدخل عبرهما المساعدات الغذائية وكذلك الوقود إلى سكان القطاع. من الواضح بأن إسرائيل الآن بدأت تمارس تضييقا أكبر على سكان القطاع، وهذا يندرج ربما في إطار الضغط على المقاومة التي سلمت ردها للجانب أو للوسطاء على المقترح الأمريكي المقدم. ولكن عدم فتح معبر رفح وكرم أبو سالم سينذر بكارثة محققة، لأن أكثر من 10,000 جريح هم بانتظار السفر. لم تدخل شاحنة مساعدات واحدة من معبر رفح أو كرم أبو سالم منذ عدة أشهر إلى سكان المناطق الجنوبية وكذلك إلى سكان المناطق الشمالية، وعادت مؤسسات دولية كالأونروا واليونيسف للتحذير من شبح المجاعة في مناطق الشمال بشكل أدق، ولا سيما أن معظم المواد الغذائية من المساعدات التي دخلت إلى الشمال تقريبا نفدت من الأسواق، والآن الناس بالكاد تجد ما تأكله في تلك المناطق. ووزارة الصحة أعلنت سابقا بأن أعدادا كبيرة من الناس قد فقدوا حياتهم نتيجة المجاعة، ولكن ما لا يصل إلى المستشفيات هم أيضا أعداد كبيرة، لذلك من يقيدوا ضمن حالات الوفاة على سوء التغذية والمجاعة هم أعداد قليلة مقارنة بمن لم يتمكنوا من الوصول لتسجيل أبنائهم الشهداء نتيجة سوء التغذية. وقال اليونيسف أو قالت مؤسسة اليونيسف بأن 3,000 طفل يعانون من سوء التغذية، هؤلاء معرضون لخطر الموت المحقق ما لم تدخل الأدوية المناسبة لهم وما لم يسمح بدخول الغذاء المناسب لهم أيضا. أحمد، نحن نتحدث إذن عن مروحة واسعة من العمليات المقاومة أيضا الفلسطينية، العين على الشابورة الآن، ومن هنا نريد أن يعني نضع المستوى الذي وصلت إليه العمليات للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة في المواجهة، لا سيما إذا ما رسمنا وإياك عملية رفح بالأمس المركبة المتعددة التي اعتبرت أيضا عملية مهمة جدا. ترسم لنا هذه العملية وأثرها وأهميتها، لا سيما عندما نتحدث أننا بتنا في اليوم 50 بعد 200 من هذه المواجهة، وأدبنا أمام عملية يعني وضعت الاحتلال أمام مأزق، فيما كان يناقش في الكنيست موضوع تجنيد الحريدين وما إلى ذلك، كان إعلان عن 4 جنود، هذا فيما يعترف به الاحتلال بهذه العملية في رفح. يعني في الحقيقة كان لافتا أن هذه العملية جرت في قلب مخيم الشابورة للاجئين الفلسطينيين. هذا المخيم أخلي تماما من الناس بفعل العدوان الإسرائيلي المركب. إسرائيل أعلنت الأسبوع الماضي سيطرتها على كامل محور فيلادلفيا من موقع كرم أبو سالم شرقا حتى آخر نقطة على الحدود المصرية الفلسطينية، ما تعرف بالقرية السويدية أو منطقة العزبة. ظنت إسرائيل بسهولة وصولها إلى تلك المنطقة أن قواتها في مأمن إذا دخلت إلى المناطق السكنية كمخيم الشابورة. بالمناسبة
إسرائيل حربت على مخيم الشابورة وعلى منطقة يبنى بصفة أن فيهما كتيبتين مقاتلتين لكتائب القسام تصنفان من أقوى الكتائب في المنطقة الجنوبية منذ عدة أشهر. لذلك إسرائيل ظنت بسيطرتها على هذا الحاجز أن بإمكانها ببساطة أن تدخل إلى قلب مخيم الشابورة دون أن تلاقي مقاومة عنيفة. هو ما حصل فعلا حينما وصلت كتيبة من الدبابات الإسرائيلية من منطقة مفترق العودة أو ما يعرف ببوابة صلاح الدين وشقت الطريق شمالا من بوابة صلاح الدين جنوبا باتجاه الشمال باتجاه قلب مخيم الشابورة، وصلت إلى منطقة أبو الصابر. هناك اعتلت قوة إسرائيلية منزلا مكون من عدة طبقات كان قد فخخ مسبقا كما أعلنت كتائب القسام، وتم تدمير هذا المبنى على الجنود الإسرائيليين. ما عقد من هذه العملية ومن صعوبة إنقاذ هؤلاء الجنود هو قيام وحدة الإسناد التابعة لكتائب القسام برشق محيط العملية بوابل من قذائف الهاون، وتكررت عملية رشق الهاون هذه على مرتين حتى أن عمليات الإنقاذ تأخرت وهبطت المروحيات الإسرائيلية على بعد مئات الأمتار من موقع العملية، بمعنى أن الجيش اضطر إلى اتخاذ إجراءات احترازية طويلة من أجل نقل هؤلاء الجنود. أهمية هذه العملية أنها تأتي في قلب مخيم الشابورة للاجئين الفلسطينيين، وجاءت بعد إعلان الجيش الإسرائيلي دخول هذا المخيم لتصفية الحساب، ولكنه فوجئ بأن عش الدبابير هذه الكتيبة تصنف وحدة النخبة فيها على معلوماتنا الميدانية ومصادرنا على أنها الأقوى، ونفذت عمليات سابقة بحق الجيش الإسرائيلي، فجرت موقع كرم أبو سالم سابقا قبل الانسحاب الإسرائيلي عام 2005 بالاشتراك مع كتيبة يبنى، تم تفجير موقعين عسكريين وهما موقع ترميد وموقع حردون على الحدود المصرية عبر أنفاق المقاومة. تمكنت عناصر من القسام من زرع عبوات برميلية أسفل هذه المواقع وتم تفجيرها. لذلك نحن نتحدث عن كتيبة نشطة للغاية كانت تنتظر ربما ساعة الصفر من أجل وصول القوات الإسرائيلية إلى قلب المخيم، وهي الآن تخوض اشتباكات بحسب مصادرنا يعني محتدمة مع قوات الجيش الإسرائيلي في هذا يعني في هذا المخيم رامية. والحساب مفتوح والعمليات تتوالى زميلنا أحمد غانم، وهذه نقطة غاية في الأهمية رغم الإبادة المستمرة، العدوان الإسرائيلي، المجاعة، الوضع الإنساني والصحي الكارثي والذي يندى له جبين الإنسانية، نرى مقاومة باسلة قوية وحتى مفاوض يمثلها بشكل قوي ونبيه جدا، والمحافظة على حقوق أهلنا في أرضنا المحتلة فلسطين. المقاومة ما زالت تمسك بزمام المبادرة ولها اليد العليا واليد الأقوى. أشكرك حتى الساعة من خان يونس في جنوب القطاع الصامت زميلنا أحمد غانم، نكون وإياك مع كل جديد، وأيضا نعود للتفاعلات في جبهة جنوب لبنان، جبهة الإسناد اللبنانية في المواجهة مباشرة، وسائل إعلام إسرائيلية في ضوء الوضع الأمني في المحمية الطبيعية في ناحية العمود البعيدة 25 كيلومتر عن حدود لبنان فإنها ستغلق. 25 كيلومتر بعيدة عن الحدود في لبنان هذه المحمية الطبيعية في ناحية العمود كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية في ضوء الوضع الأمني فإنها ستغلق، ونحن نشاهد هذه الصور من على الأرض ومن الجو، محاولات لفرق الإطفاء الإسرائيلية لإخماد الحرائق التي تتسع نتيجة الصواريخ التي أطلقت للمقاومة الإسلامية في لبنان، وحتى الآن هي تفشل في إخمادها، تشارك فيها الطائرات فرق عديدة على الأرض. نتحدث عن الصور في الجليل الأعلى، وكان لدينا أيضا العواجل عن توسع الحرائق أيضا في صفد. من ضمن وسائل الإعلام ما نقلته أيضا هناك خشية من وجود متنزهين في غابة كاديا بعد اندلاع حريق في المكان بفعل صواريخ من لبنان، ونشرك معنا ونحن نواكب هذه التطورات أيضا السيد حسن أيوب أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح من نابلس منضما إلينا من نابلس، مع الإشارة أيضا إلى أن هناك اعتراف تم نقله من وسائل الإعلام الإسرائيلية بأربعة أهداف غاية في الأهمية كانت في مهداف المقاومة وأعلنتها في إعلاناتها عن العمليات التي تمت حتى اليوم. إذن الأهداف الأربعة التي هاجمها حزب الله حتى الآن، هذا نقلا عن وسائل الإعلام الإسرائيلية: مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم، مقر الاحتياط الفيلق الشمالي في القاعدة الاحتياطية لفرقة الجليل في عمياد، ومصنع أيضا للصواريخ للصناعات العسكرية متخصص في حماية
وتحصين الآلات والمركبات التابعة للجيش الإسرائيلي ومقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات الجوية المتجهة شمالا في قاعدة ميرون الجوية. إذن هذا اعتراف مباشرة وإعلان وإقرار بالمواقع التي تم استهدافها الأربعة في عمليات اليوم التي وصلت إلى مستوى كبير. المنطقة الشرقية في شمال أرضنا المحتلة فلسطين كانت تحت نيران الصواريخ في ساعة واحدة متزامنة أكثر من 150 صواريخ. هذه إذن مشاهد لبيكاديتا التي كنا نقلنا عنها وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية، احتراق لمنزلين في هذه المنطقة نتابعها مباشرة ضمن مروحة الأهداف والاستهدافات التي وصلت إليها صواريخ المقاومة الإسلامية في لبنان. إذن هذه مشاهد حية ونتابعها في الحرائق التي تشتعل يوم كبير اليوم، حيث نتابع في المواجهة حيث وصلت في جبهة الإسناد اللبنانية عند الحدود مع أرضنا المحتلة فلسطين. أيضا وسائل الإعلام الإسرائيلية كنا تحدثنا عن المصنع، هو مصنع بلسان التابع لرفائيل للصناعات العسكرية، هي كانت ضمن الأهداف التي أقرت وسائل الإعلام الإسرائيلية باستهدافها في هذا اليوم. ما الذي يعنيه ذلك بعد الترحيب بك سيد حسن أيوب بالنسبة لإسرائيل في المواجهة، لا سيما في المأزق الذي وصلت إليه في ميدان غزة في مواجهة جبهات الإسناد، جبهة جنوب لبنان الآن وصلت لمرحلة، كيف برأيك التعامل معها إسرائيل؟ مرحبا بكم. ما يحدث يعني له أبعاده الاستراتيجية، ليس مجرد عملية تصعيد وتصعيد متبادل أو ما يعرف باسم احترام قواعد الاشتباك التي كانت سائدة بين حزب الله في الشمال وإسرائيل منذ حرب العام 2006. هذه القواعد تغيرت وتغيرت بفعل إصرار المقاومة، مقاومة حزب الله، أن تشكل جبهة إسناد، لكن جبهة إسناد بالمعنى التصاعدي المتدرج والمدروس والمحسوب إلى أبعد الحدود، بحيث تظهر لإسرائيل أن ما يعرف باسم هيمنة الردع الذي استندت إليه إسرائيل لسنوات طويلة قد انتهى. استمرار المعارك بالكيفية التي نراها منذ أسبوعين على الأقل في شمال فلسطين من الجنوب اللبناني وفي قطاع غزة ومن قبل أنصار الله الحوثيين في اليمن والمقاومة العراقية، يعني شيء واحد، أن ما كانت تمارسه إسرائيل في السابق والذي يعني يمكن تسميته هيمنة الردع، هو أنها قادرة على أن تستنزف خصمها أو عدوها بعمليات متصاعدة من القصف والتدمير المتلاحق والرد غير المتناسب إلى النقطة التي لا يعود بإمكان حزب الله أو حركة حماس أو أي يعني خصم آخر أن تستمر في المعركة. هذا هو هيمنة الردع. الآن هذا لم يعد قائما، صار بإمكان حزب الله على سبيل المثال، وهنا الحالة باتت يعني واضحة إلى أبعد الحدود، أن يستمر في المعركة إلى أبعد مما يمكن أن تتوقع إسرائيل، وأن قدرته على توسيع رقعة الرد من قبل حزب الله جغرافيا ونوعيا من حيث استهدافات محددة، ذكرتم قبل قليل عمي عاد في العمق، في عمق الشمال الفلسطيني وليست منطقة محاذية للحدود اللبنانية، إلى جانب قواعد عسكرية نوعية. هذا كله يعني أن إسرائيل ولأول مرة منذ تأسيسها محاطة بقوى مقاومة لديها الإصرار والعزيمة والقدرة على التخطيط، والأهم من ذلك لديها القوة النارية لكي تردع إسرائيل. وقد قال نائب الأمين العام لحزب الله قاسم منذ أسبوع تقريبا أو 10 أيام، قال أننا لا نريد هذه الحرب، لكن إذا ما فتحت هذه الحرب فنحن جاهزون، على العدو أن يتوقع أنه مقابل التهجير سيكون هناك تهجير ومقابل التدمير سيكون هناك تدمير. لم تعد إسرائيل قادرة بعد الآن أن تحرق لبنان مثلما فعلت في العام 2006 دون أن يكون هناك رد متناسب تماما مع أي عدوان نوعي من هذا القبيل. المسألة الأخرى هي أن ما يحدث من تصعيد مرتبط وبشكل واضح، وهذا لا يخفيه حزب الله، مرتبط بما يحدث في قطاع غزة وتحديدا في الآونة الأخيرة، الضغوط التي تمارس وبشكل غير متناسب أبدا وبطريقة جائرة على حركة حماس والمقاومة لكي تقبل بعمليات أو بصفقة لتبادل الأسرى لا تشمل على وقف كامل لإطلاق النار وانسحاب كامل لإسرائيل من قطاع غزة وتحقيق مطالب المقاومة.
هذا الضغط يمارس على حركة حماس والمقاومة إقليميا عربيا وعالميا وعلى رأسه الإدارة الأمريكية. وكأن ما يحدث في الشمال يقول أن ليس كل شيء يتعلق بطبيعة ميزان القوى الموجود في قطاع غزة على الأرض، رغم أن ما يحدث على الأرض في قطاع غزة مثل ما أوضح مراسلكم قبل قليل هو أن المقاومة لا تزال في نفس الشراسة وفي نفس القدرة على إلحاق الأذى والأضرار المتراكمة بالجيش الإسرائيلي المتوغل في كافة أنحاء قطاع غزة، ولديها العزيمة، فكأن المقاومة لم تمس، يعني لا زالت صفوفها متماسكة وقادرة على الإتيان بعمليات نوعية تعيق تحقيق أهداف إسرائيل من عدوانها على قطاع غزة. إذا نحن أمام مشهد مركب، عملية التصعيد فيه ليست قرار إسرائيلي بالضرورة، بإمكان إسرائيل أن تبدأ بشن الهجوم والعدوان مثلما تفعل دائما، لكن لم يعد بوسعها أن تحدد مساراته أو مآلاته النهائية بحكم تغير الوقائع، وهذا ما تشهد عليه عملية إطلاق الصواريخ ردا على اغتيال واحد من قادة حزب الله في لبنان، والتي تقول بأنه أي عملية تصعيد نوعي من هذا القبيل سيكون الرد عليها واسع النطاق وموجعا ونوعيا، يظهر مرة أخرى أن معادلة الهيمنة الردع قد تغيرت مرة وإلى الأبد. وسأعود إليك سيد حسن أيوب، لأننا أمام إذن معطيات يجب أن نقف عندها، بمعنى الآن في بالنسبة لخيارات الاحتلال الإسرائيلي، ونحن نضيف إليه معطى الواقع الداخلي المتأزم الذي تزداد الشروخ اتساعا على عدة مستويات، إن كان أفقي أو عمودي حتى. لكن دكتور بلال نقيس، بالعودة إليك، في التقييم حيث نحن نتابع، وأنت تحدثت إلى أننا أمام تصعيد ما زال مدروسا ما دون المواجهة، لكننا لم نلامس حدوده القصوى، علما وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت بالأمس أن السيد حسن نصر الله أزاح ومحى الخط الأحمر الذي وضعه جالانت. كيف يمكن أن نفسر هذه الجزئية، تصعيد ضمن المسار الذي ما زال مرسوما؟ بعتقد أنه بهالمعركة في خطين حمر كبار، يعني إذا جاز التعبير، خط وكل لأسباب، خط أنه لا أحد لأسباب يريد الحرب الكبرى، الخط الثاني أنه بالنسبة للمقاومة، انتصار المقاومة، يعني بالنسبة للمقاومة في لبنان، انتصار المقاومة في غزة هو خط الأحمر. وأظن نفس المنطق بالنسبة للطرف الآخر، يعني بعتبر دون ذلك هو كلام يرتبط أكثر بالميدان وبمراكمة النقاط. يعني عمليا هون النتيجة بتتقيم مش بقلب المعركة، بغض النظر شو احنا معتبرين حالنا هلا مراكمين أكثر، بتتقيم بالآخر. أظن أنه بالمسارات اللي بلشت، نحن اقتربنا من الشهر التاسع، واضح انه ما حصدناه من نقاط بالاستراتيجيه، يعني في منا بالاستراتيجيه داخل فلسطين ولا بالنقاط بالجبهه، تحولت الاستراتيجيه باتت كبيره، واظن ان الاسرائيلي اليوم هو في موقع، يعني في موقع صعب. فبالتالي هذا يقودنا الى ان نستمر بالعمل على مراكمه نقاط دون ان نتيح للاسرائيلي اي فرصه لخلط الاوراق، بغض النظر أنه غير قادر على ذلك. يعني خلينا نقول بغض النظر أنه غير قادر على القيام بحرب، وبغض النظر أنه إذا قام بحرب سيفشل، ولكن بالنتيجة دائما الحساب السياسي بيكون حساب عقلاني، يعني أريد أن أحقق هدفي بأقل كلفة وأقصر مدة زمنية، دائما هذا الحاكم بالتفكير عند المقاومة. وأعتقد أن هذا المسار يسير قدما بامتياز، وبالتالي كل خطوة بتنخطى لازم تكون ضمن هذا السياق، وهذا يلاقي الساحة الفلسطينية. الخطين الحمر، الخط الأحمر الأساسي، وأنت تعيدنا إلى الخطاب الأول للسيد حسن نصر الله مع بداية جبهة الإسناد اللبنانية، قال أنه يعني المقاومة خطوطنا الحمر، بأن غزة ستنتصر، المقاومة الفلسطينية ستنتصر، حماس تحديدا ستنتصر، هذا خط أحمر وضع في الأهداف مع انطلاق جبهة الإسناد اللبنانية. الخط الأحمر الذي تتحدث عنه وما بينهما، نحن ما زلنا بمسار تصعيد ما دون المواجهة، وقد يحمل تصعيد أكثر. صح صح، وهذا المتوقع. لماذا بالذات؟ لأن الإسرائيلي بات وجهه في مقابل الحائط. يعني الإسرائيلي بس طلعنا هذا الشهر عملية
مجلس الأمن بغض النظر عن تقييمنا، يعني نحكي بالنسبة لقراءته بمجلس الأمن القرارين الأخيرين والقرار الأخير، يعني هذا اثنين رمى الكرة بملعب الإخوة بحماس وجاد، شفناهم امبارح وهذه الصورة الجميلة. صحيح. هي الحالة بتستاهل أنه يعني متكاتفين ويقدمان ورقة ويرمون الكرة هنية والنخالة. نعم. بوجه الإسرائيلي، وهذا أحبط نتنياهو. ثلاثة، المشهد الحريديين بالداخل ما نستهين فيه أيضا، يعني كمان هذا جزء من عراق، يعني الحكومة وضعية إسرائيل بالكل يعني لا تعرف كيف تستنقذ نفسها، وليس بقدرة الأمريكي استنقاذها، والأمريكي بعد شهر شهرين اقترب أكثر فأكثر من الانتخابات، والهاجس أن يأتي ترامب بخصوص موجة الشعبوية التي اقتحمت أوروبا والتحولات المقبلة. إذن في قراءة مثل بقوله بسيطة سريعة عميقة مكثفة، نعتقد أن ما هو آتم بالفترة المقبلة سيعزز من هوامش وقدرة محور المقاومة على المناورة، وبالتالي على كسب مزيد من النقاط. الإسرائيلي يعتبر أن كل ما يسير إلى الأمام يقيده أكثر، يخسره نقاط أكثر، فلذلك أعتقد أنه يحاول في مكان ما أنه يعلي السقف ليحسن أوراقه التفاوضية، وليس يعلي السقف ليأخذ الأمور إلى مشهد مختلف في المنطقة. طيب سأعود إليك دكتور لقيص وأيضا دكتور حسن أيوب، لكن سننتقل الآن إلى الضاحية الجنوبية في بيروت، إلى ساحة عاشوراء حيث تقام مراسم التشييع والتكريم أيضا للشهيد الحاج القائد أبو طالب. من هناك ينضم إلينا مراسل الميادين حسين السيد، تطلعنا على الأجواء والاستعدادات حيث وصلت، وأهمية يعني إقامة هذه المراسم للتشييع والتكريم أيضا للقائد الشهيد أبو طالب. نعم رامي، بالفعل بدأ توافد المواطنين إلى هنا إلى ساحة عاشوراء في الضاحية الجنوبية لبيروت لتكريم الشهيد طالب عبد الله. طبعا هو أبو طالب مواليد العام 69 الذي ارتقى إلى جانب ثلاثة من رفاقه بغارة إسرائيلية البارحة في بلدة جوية الجنوبية. هؤلاء الشهداء الذين نعتهم المقاومة الإسلامية في لبنان هم الشهيد علي صوفان وحسين حميد وأيضا محمد صبرة، هؤلاء الشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس. طبعا القائد الجهادي أبو طالب هو قائد كبير في المقاومة الإسلامية، نعته المقاومة البارحة، واليوم نشاهد هذا التكريم الحاشد للشهيد أبو طالب هنا في ساحة عاشوراء، حيث سيتم أيضا نقل الجثمان لدفنه في بلدته عتشيت طبعا عند الساعة السادسة أو الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم. لذلك هذا التكريم يأتي بحجم هذا القائد الكبير الذي ارتقى كما قلنا على طريق القدس، بالطبع هذه المسيرة الكبيرة التي أداها الحاج أبو طالب في المقاومة الإسلامية. لنشاهد من خلفك أيضا هذا التجمع الحاشد الذي تشير إليه فيما تكمل هذه الرسالة، أو تنقل لنا أيضا هذه الفعالية على ماذا ستشتمل والكلمات التي سنسمعها. تفضل. بالفعل رامية، يعني هذا الحشد الكبير المشارك اليوم في التشيع هو دلالة على الثقة بالمقاومة، على تجديد البيعة بالمقاومة بطبيعة الحال من خلال تشيع هذا القائد الكبير على طريق القدس. طبعا القائد يعني أبو طالب يرتقي اليوم إلى جانب رفاق له المقاومة الإسلامية، تؤكد دائما بأن قادتها أيضا يعملون في الميدان، وهذا ما أكده استشهاد القائد أبو طالب في بلدة جوية الجنوبية. هم موجودون دائما في الميدان، يعملون مصيرهم كمصير المقاومين الآخرين الذين ينفذون العمليات باتجاه المواقع الإسرائيلية، والذين نفذوا اليوم سلسلة كبيرة من العمليات باتجاه المواقع الإسرائيلية برشقات صاروخية ضخمة وصلت إلى صفد وأيضا إلى مناطق في الجليل الأعلى ردا على هذا الاعتداء الإسرائيلي، تحديدا هنا في الضاحية الجنوبية. يقام الآن هذه المراسم تكريما للشهيد أبو طالب، حيث سيؤتى بالجثمان إلى هنا إلى المنصة خلفنا تحديدا لتكريم الشهيد، وبعدها يتم نقل جثمان الشهيد إلى بلدته عتشيت الجنوبية، حيث سيوارى في ثرى بلدته هناك. أيضا هناك سيكون هنالك تكريم وأيضا تشيع للشهيد، سيكون ويتوقع أن يكون حاشدا. ولكن التأكيد اليوم راميا هي على نقطتين، الأول بأن قادة المقاومة اليوم
هم في الخطوط الأمامية لهذه الجبهة يقدمون التضحيات أيضا كحال المقاومين الذين ينفذون العمليات. وأيضا هذا الحشد الكبير المشارك اليوم في التشيع هنا في ساحة عاشوراء في الضاحية الجنوبية يجدد البيعة للمقاومة الإسلامية في عملياتها في نهجها المقاوم. هذه المقاومة التي تسير منذ أكثر من 40 يوما على هذا الخط، خط الدفاع عن لبنان وأيضا نصرة غزة ونصرة فلسطين عموما خلال هذه المواجهة وأيضا قبل هذه المواجهة. منذ 8 أشهر تسير المقاومة في هذا المسار، وأيضا اليوم تكثف من عملياتها، تقدم الدماء، دماء شهداء، دماء قادة أيضا على طريق القدس، وليس فقط من خلال المشاركة بالعمليات تختلط هذه الدماء مع دماء الشهداء في فلسطين. لذلك هناك تقدير كبير على ما يبدو هنا كما نلحظ في ساحة عاشوراء من خلال القدوم هؤلاء المواطنين إلى هنا لتجديد البيعة للمقاومة ولتجديد البيعة لهذه المقاومة وعملياتها أيضا التي تنفذها باتجاه المواقع الإسرائيلية نصرة لغزة ودعما لفلسطين. نعم زميلنا حسين السيد سنكون وإياك مع انطلاق أيضا مراسم هذه المراسم للتكريم والتشييع القائد الحاج شهيد أبو طالب الذي ارتقى شهيدا بالأمس بعملية اغتيال إسرائيلية استهدفته في جوية في جنوب لبنان، حيث ينطلق من هذا التكريم إلى أيوارة في الثرى في عتيد في قريته أو بلدته بجنوب لبنان. نحن نتحدث عن قائد له تاريخ نضالي طويل جدا وعطاءات كبيرة في ميادين المواجهة، سنقف عندها أيضا تباعا مع المواكبة وإياك على رأس الساعة المقبلة. أشكرك إذا حتى الساعة زميلنا حسين السيد مراسل الميادين، كنت معنا من الضاحية الجنوبية في بيروت تحديدا من باحة عاشوراء حيث تقام مراسم التكريم والتشييع هذه. ونعود أيضا في المواكبة مع ضيفينا. بالعودة إليك سيد حسن أيوب، كنا نتحدث مع الدكتور بلال لقيس وإياك أيضا عندما تحدثت عن مفهوم المكاسب الاستراتيجية التي تحصدها المقاومة في ميدان غزة وفي جبهات الإسناد، والعين الآن على جبهة الإسناد اللبنانية في جنوب لبنان في مأزق داخلي يتسع، شروخ تتسع أيضا. والآن نحن أمام محطة على الساحة الدولية بعد قرار مجلس الأمن والورقة التي قدمتها حركة حماس ممثلة للفصائل والصورة التي قدمت في درسها وتسليمها بين القائدين الكبيرين هنية والنخالة، صورة الوحدة مقابل الانقسام الكبير في إسرائيل. هذا أين يضع بنيامين نتنياهو وخياراته اليوم؟ يعني دعينا نبدأ من عند النقطة التي قدم فيها بيني جانس شريك بنيامين نتنياهو في الحكومة الحربية المصغرة، قدم فيها استقالته سوية مع جاد أيزنكوت. وهذين القائدين العسكريين السابقين هما يعني يعتبران في إسرائيل قائدا هيئة الأركان الفعليين فيما يتعلق بالمواجهة مع حزب الله بحكم خبرتهما التاريخية الطويلة في المواجهات مع المقاومة الإسلامية لحزب الله في لبنان. هذه يعني كانت ضربة قاسمة لقدرة بنيامين نتنياهو على الاستمرار في منح شرعية داخلية لقراراته، سواء المتعلقة بالمواجهة مع حزب الله أو للإبادة الجارية في قطاع غزة. وهذه شرعية أيضا تمتد إلى الخارج، تمتد إلى الحيز الدولي، لأنه كان يعني بإمكان بنيامين نتنياهو أن يعطي هذا الانطباع بين مزدوجين العقلاني لسياسات الحكومة الحربية المصغرة ولسياسات إسرائيل عموما. الآن هذا لم يعد قائما. إذا أضفنا ذلك لما تفضل به ضيفكم الدكتور لقيس حول الخسائر الفادحة على المستوى الدولي التي تمنى بها إسرائيل في أربع أشهر الأخيرة بحكم يعني ما ثبت من ارتكابها للإبادة الجماعية، تقرير كان يوم أمس من قبل لجنة تحقيق دولية سيحال إلى لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يقول بشكل صريح لا يقبل التأويل أن إسرائيل ترتكب في قطاع غزة جرائم ضد الإنسانية، ليس فقط جرائم حرب تشمل القتل الجماعي والإبادة والمعاملة المهينة للكرامة الإنسانية وعمليات التعذيب وما إلى ذلك. في الواقع الإسرائيلي المأزوم، في الواقع الإسرائيلي الذي بدأت أزمته تبرز في حقيقة الأمر قبل عملية طوفان الأقصى على شكل تظاهرات وانقسامات وصلت إلى حد الطريق، إذا ما كان واقع إسرائيل يعني في الشهرين أو الثلاث أشهر الأولى بعد العدوان على قطاع غزة بدأ وكأنه أعيد لملمة هذا التشظي الإسرائيلي، فهو كان ببساطة تحت ضغط اللحظة
ومحاولة إظهار أن إسرائيل بنخبها السياسية ومؤسساتها العسكرية والسياسية موحدة. بمرور الوقت هذا لم يعد قائما، والوقت يعني أن إسرائيل فشلت في أن تحقق أي من الأهداف المعلنة على الأقل في قطاع غزة، تهجير الفلسطينيين أو استئصال المقاومة والقضاء عليها أو ما يسمونه تحرير الرهائن، إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، أي من ذلك لم يحصل. وهذا الفشل هو أب وأم كل الخلافات التي نراها في النخبة السياسية الإسرائيلية سواء كانت في الحكومة أو في المعارضة. وفق هذا السياق فإنه يصعب تصور أن تتمكن الحكومة الإسرائيلية أن تتجاوز هذه الحالة باتجاه قرارات يمكن أن تتعامل مع هذا الواقع المأزوم. المشكلة الكبرى هنا، ويعني جملة أخيرة، هو أن إسرائيل تنجح في كل مرة لكن لا يبدو في هذه المرة أن تقدم خلافاتها الداخلية، وكأنها المعيار الذي يجب أن يلزم كل الأطراف أن يأخذوه بعين الاعتبار إذا أرادوا أن يتقدموا باتجاه أي مخارج لهذا المأزق، علما بأن يعني الأطراف المختلفة أو بخاصة الطرف الفلسطيني يعني ليس لنا شأن بذلك. لماذا نتحمل، لماذا تتحمل حركة حماس والمقاومة الخلافات الداخلية الإسرائيلية؟ هذا ما تقوله الولايات المتحدة، هذا ما قالته مصر بالمناسبة للإخوة في حركة حماس. نتنياهو لا يريد أن يعلن شخصيا أنه ملتزم بما قاله جو بايدن لكي لا يثير غضب شركائه في الحكومة. يعني هل سنتحمل أيضا يعني غضب بن غفير وسموتريتش؟ ألا يكفي أننا نتحمل جرائمهم وقتلهم والمصادرة والاستيطان وعملية القتل المفتوح في الضفة الغربية؟ أيضا مطلوب من الأطراف كلها أن تحمل مسؤولية هذا الخلاف الداخلي الإسرائيلي. هذا مسألة غير معقولة، وفي مقابل الصورة التي تحدثتم عنها والتي نتمنى أن تمتد لبقية الفصائل وبما يشمل يعني الأطراف الفلسطينية الرسمية، لأن هذا يعني من الشروط الأساسية للخروج بانتصار بإنجازات سياسية واستراتيجية وميدانية في هذه المواجهة، توازن إن لم يكن يجب أن تفوق هذا الصمود الأسطوري وهذه المقاومة الباسلة وهذه العذابات والآلام التي يتحملها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. إذن الخلافات الداخلية الإسرائيلية تبقى مسألة تفت في عضد إسرائيل وفي قدرتها على الاستمرار في مواجهة بالمنطق الاستراتيجي وبتصور وجود مخارج سياسية، لكنها بنفس الوقت توظف تستخدم بطريقة يعني غاية بالخبث وتقبلها الدول الغربية. يعني إذا نظرت أستاذ نرمان إلى التحرك الأوروبي والأمريكي فيما يتعلق بلبنان، الجولات المكوكية لعام هوكشتين لكي يحاول أن يتوصل إلى وقف لإطلاق النار ويكشف ظهر المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وكأنهم يقومون بالعمل نيابة عن إسرائيل. هذا أيضا شمل مبادرات وزير الخارجية الفرنسي دي سيجارني عندما حاول أن يفرض من خلال أطراف لبنانية مختلفة ترتيبات، يعني خروج حزب الله من الشمال وارتداده 10 كيلومترات إلى الشمال وما إلى ذلك. كل ذلك وكأن الأطراف الأوروبية والولايات المتحدة بشكل خاص تريد أن تحمل الأطراف المختلفة يعني عبء وهذه الانقسامات الإسرائيلية وتحويلها إلى إنجازات. هذه النقطة سأكملها وإياك، يعني محاولة تقديم الخسائر الاستراتيجية الإسرائيلية والمكاسب التكتيكية التي يحصدها إلى مكاسب استراتيجية واسعة. قد يبدو ما يقدمه المفادون الدوليون وتحديدا تحدث هنا عن الفرنسيين والبريطانيين والولايات المتحدة الأمريكية مجافي للواقع فيما يطرحونه على المسؤولين اللبنانيين. سأعود لهذه النقطة، لكن نشير إلى أننا أيضا نشاهد هذه الصور مباشرة من جنوب لبنان، الشمال يحترق، عنوان كبير اليوم في جبهة الإسناد اللبنانية. سنكمل وإياك سيد حسن أيوب، لكننا سنذهب لدكتور لقيس أيضا لأنه سيغادرنا مع هذا السؤال الأخير له. نريد أن نضع الخلاصات التي يمكن أن نقف عندها من جبهة الإسناد اللبنانية حيث وصلنا، لا سيما مع الطروحات التي تأتي والتي قال السيد حسن نصر الله في خطابه في تكريم شهداء إيران، رئيس الإيراني ووزير الخارجية ورفاقهما، بأنه أيقن المفدون الدوليون بأنه لا يمكن لهذه الجبهة أن تقف قبل أن توقف الحرب بغزة. صار واضح التلازم، تماهي، تلازم والتماهي بالأهداف وبالرؤية وبالمنهج.
خلينا بخصوص يعني اللي عم بيصير، أظن أنه عقل المقاومة بالتكتيك دائما يجب أن تبقى المقاومة متقدمة نقطة دائما، وبالاستراتيجية والكلمتين ربما بنهاية اللقاء بدهم كتير نقاش. منذ 27 زمام المبادرة ليس بيد أمريكا وإسرائيل. ممتاز. 2 الذي يحمل مفاجآت ليس أمريكا وإسرائيل. الذي يحمل مفاجآت أو ربما يكون لديه مفاجآت هو محور المقاومة وقوى المقاومة، هذا هو الجديد. أنتم اسمحي لي الكلمة تعبوية بآخر اللقاء، أنا عادة بحب حلل سياسي، بحبش أحكي كلام تعبوي لاعتبار نحن على تلفزيونات وين، بس حقيقة يعني للمحبين وللمغرضين يبدو أن الإسرائيلي يعني وقع في مواجهة مع ناس بفلسطين وناس بلبنان طبيعتهم مبدعون. هلا بكره نشوف الرد النهائي حتى نشوف مين بيسجل لقطة على الثاني. مبدعون وهيجوا إلى الجهاد، يعني خليني أعبر، وهيجوا إلى الجهاد وأخذوا بأطراف الأرض صفا صفا وزحفا زحفا ولا يبشرون بالأحياء. هذا اللي بحب أقوله. فبالتالي عندما يسقط الشهيد نحن نعتز ونفتخر، وعادة لا نبشر أن يأتي أحد من الجبهة ويقول لنا رجع طيب. فهو يقاتل هذا النوع من الناس، ونشوف الأيام المقبلة إلى أين ستصل. أشكرك جزيل الشكر دكتور بلال اللقيس الخبير بالعلاقات الدولية، ضيفنا هنا في الاستوديو على المشاركة معنا في هذه الساعة ضمن تغطية الميادين المتواصلة. نواكب التطورات ساعة جديدة نفتحها وإياكم، ونحن أمام تطورات كبيرة ودراماتيكية، إن كان بين قطاع غزة الصامد في اليوم 50 بعد 200، وحيث وصلت أيضا جبهات الإسناد لسيما جبهة جنوب لبنان في يومها 49 بعد 200 إسنادا لغزة زودا عن لبنان، ضمن مواجهة تتسع وتكبر وتحقق فيها المقاومة مكاسب استراتيجية وما زالت تمسك بزمام المبادرة. هو يوم كبير، المنطقة الشرقية بساعة واحدة بلحظة واحدة 150 صاروخ، المنطقة الشرقية من شمال أرضنا المحتلة فلسطين صلية صاروخية هي الأكبر والتوصيف لوسائل الإعلام الإسرائيلية، انطلقت في غير مكان، مواقع محددة، جغرافيا واسعة، والنيران ما زالت مشتعلة. في هذه الساعة نواكب هذه التطورات. نجدد الترحيب بك سيد حسن أيوب أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح في نابلس، باقي معنا في هذه الساعة، وزميلنا علي مرتضى حيث يواكب وإيانا التطورات من جبهة جنوب لبنان على الحدود مع أرضنا المحتلة فلسطين، العين على شمال فلسطين المحتلة، صورة أيضا في جنوب لبنان وفي الضاحية الجنوبية لبيروت. نحن أيضا سنواكب مراسم التكريم والتشييع للحاج القائد الشهيد أبو طالب. مباشرة إليك زميلنا علي مرتضى، إذا الشمال ما زال يحترق، المواجهة مستمرة، عنوان الرد والإسناد ما زالا مستمران في هذا اليوم المفصلي والمهم، ما الجديد وإياك زميلنا علي مرتضى؟ صحيح، يعني بالمجمل الجديد هو أن العمليات العسكرية التي تشنها المقاومة بدأت تتخذ منحى غير إطلاق الصواريخ. بدأنا نرى الإنذارات باشتباه دخول المسيرات تتنقل من منطقة إلى أخرى، وهذا دائما ينذر بإمكانية حدوث هجوم جوي في مكان ما على هذه الجبهة. طبعا العدو الإسرائيلي بجهاز الإنذار لديه والقدرة الدفاع الجوي لديه أثبت فشل على مدى الأيام باعتراض أي هجمات مسيرة من لبنان، هجمات جوية من لبنان، وبالتالي واضح بأن مسار الجبهة ذاهب إلى ذاك المكان، لسيما مع اتساع رقعة الانذارات إن كان في الجليل الغربي إن كان في الجليل الأعلى وإن كان أيضا في مناطق تعتبر في إصبع الجليل وفي الجليل الأدنى. بالمجمل اليوم الصورة كانت مشتعلة للغاية كما ذكرت زميلتي رامية، يعني الأمور لا تزال على نار حامية حتى اللحظة. نتحدث عن استهداف 3 مقرات للعدو الإسرائيلي، استهداف مصنع حربي للعدو الإسرائيلي، بالإضافة إلى استهداف مواقع عدة من المواقع الموجودة في مزارع شبعة، وصولا إلى رامية، وصولا إلى الراهب، ووصولا إلى ثكنة زرعيت وغيرها من المواقع. بالمجمل العدو الإسرائيلي قبل قليل نفذ اعتداء في بلدة مركبة، حيث قامت درون إسرائيلية صغيرة بإطلاق قذيفة أو بإطلاق نيران على ساحة مركبة، وكان هناك كان يتواجد في المنطقة عناصر للدفاع المدني، أصيب أحدهم بيده إصابة طفيفة. كذلك قبل ذلك نفذ العدو الإسرائيلي غارات، سلسلة من الغارات استهدفت أطراف بلدة زبقين بين زبقين وياطر، وغارة استهدفت بلدة الطيب
الطيبة، بالإضافة إلى قذائف مدفعية عديدة باتجاه حلتة، العديسي، حنين، وادي حسن، زبقين. محاولات إشعال الحريق في العديسي عبر إطلاق قذائف فوسفورية أدت إلى اشتعال حريق، تحاول فرق الدفاع المدني أن تطوقه. في المقلب الآخر من الحدود نرى بأن الحرائق لا تزال تتوسع. دقيقة فقط تشير للصور وتكمل لنا على المقلب الآخر، لأنك تتحدث عن داخل أرضنا المحتلة فلسطين، لكننا نشير إلى وصول جثمان الشهيد القائد الحاج أبو طالب، القائد طالب سامي عبد الله الملقب بالحاج أبو طالب، شهيدا على طريق القدس. وصل هذا الجثمان إلى باحة عاشوراء في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث تقام مراسم التشييع والتكريم له لتاريخ نضالي طويل وعطاءات كبيرة تنوعت في ساحات المواجهة بين أرض لبنان على مسار المواجهة مع الاحتلال حتى التحرير وما بعد محطة 2006 عرفته ميادين سوريا في مواجهة الجماعات الإرهابية والتكفيرية. وصل مسار نضاله ومواجهته إلى البوسنة كما وافانا وكان يشرح لنا الزميل علي مرتضى. إذن نحن أمام موقع ومكان للتكريم والتشييع للشهيد الحاج القائد أبو طالب، نواكب هذه الصور وتكمل زميلنا علي مرتضى. نعم، في الحقيقة يعني وقبل وصول حتى جثمان الشهيد وقبل أن يورى الشهيد الثرى، كانت عمليات الثائر لاستشهاد هذا الرجل مع رفاقه تسير على قدم وساق منذ الصباح قبل قليل. الآن دوت صافرات الإنذار في مستوطنة الملكية أيضا إنذارا باستهداف في ذاك المكان. طبعا أدقق ما إذا حدث استهداف أو لا. بالمجمل حتى اللحظة ما فعله حزب الله هو التالي: ردا على اغتيال الشهيد الحاج أبو طالب، استهدف مصنع بلاسان للصناعات العسكرية المتخصصة في تدريع وحماية الآليات، إصابة مباشرة ما أدى إلى خروج جزئي له عن العمل في مستوطنة سعسع، مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم تعرض لعشرات الصواريخ، كذلك مقر الاحتياطي للفيلق الشمالي في فرقة الجليل ومخازن هذه الفرقة في عميعاد تعرضت لصواريخ كاتيوشا أيضا ولهجوم، وكذلك مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات الجوية على الاتجاه الشمالي في قاعدة ميرون أيضا استهدفت بعشرات صواريخ الكاتيوشا. إذن أربع أهداف عسكرية نوعية، أربع أهداف عسكرية ثقيلة، أربع أهداف تعتبر دقيقة وتعتبر موجعة بالنسبة للعدو الإسرائيلي، تم استهدافها مباشرة ردا على اغتيال الحاج أبو طالب، بالإضافة إلى العديد من العمليات التي استهدفت المواقع. رؤسات العالم تعرض لنيران مباشرة من لبنان، ثكنت رعيت الراهب، راميا، موقع السماقة، أيضا رويسة القرن وموقع الرمثة في مزارع شبع المحتلة. كل هذه المناطق تعرضت لنيران مباشرة من لبنان بشكل متزامن بصلية مكثفة من الصواريخ. في المقابل لا تزال الحرائق تشتعل وصولا إلى العديد من المناطق في شمال فلسطين المحتلة. صحيح، وكنت ذكرت عن صفارات الإنذار في الملكية إذانا بإطلاق صواريخ، أعتقد بأن هدفا عسكريا إسرائيليا في تلك المنطقة في الملكية، تعرض لنيران مباشرة أيضا من لبنان. الآن كل الجبهة مشتعلة تقريبا رامية. نعم زميلنا علي مرتضى، ونحن نواكب وإياك أيضا هذه العمليات التي وصلت حتى الساعة لأكثر من 11 عملية ضمن الرد على اغتيال الشهيد القائد أبو طالب، وأيضا ضمن عمليات الإسناد لغزة في هذه الجبهة الكبيرة، جبهة جنوب لبنان، الشهيد القائد الحاج أبو طالب في محطة التكريم والتشييع في الضاحية الجنوبية لبيروت، ومن ثم سينطلق موقف التشييع إلى أيوارة في الثرى في بلدته عتشيت. فيما نتابع هذه الصور يقربنا من المشهد الزميل حسين السيد مراسل الميادين، هو موجود هناك في باحة عاشوراء في الضاحية الجنوبية لبيروت. إليك زميلنا حسين. نعم رامي، يعني كما نشاهد في الصورة يصل الآن جثمان الشهيد الحاج طالب سامي عبد الله أبو طالب إلى ساحة عاشوراء هنا في الضاحية الجنوبية لبيروت. كما نشاهد ترفع هذا النعش على أكف المجاهدين أيضا هنا في ساحة عاشوراء لتكريمه، مكللا طبعا بالورود، ولكن اللافت حقيقة هذا الحضور الشعبي البارز هنا في ساحة عاشوراء. امتلأت الساحة تقريبا بالمواطنين الذين جاءوا إلى هنا لتكريم الشهيد أبو طالب من خلال المشاركة الحاشدة في هذا التشييع. كما نشاهد هنا الآن يعني يتم تكريم الشهيد
من قبل المقاومة الإسلامية هنا في الضاحية الجنوبية لبيروت قبل أن ينقل الجثمان ليوارى في ثرى بلدته عتشيت في جنوب لبنان. هذا الشهيد الذي القائد الكبير الذي ارتقى يعني نتيجة اعتداء إسرائيلي وغارة إسرائيلية عملية اغتيال بمسيرة إسرائيلية في بلدة جوية كما نشاهد هذه الصور الآن. إذا استطعنا أيضا تقريب الصورة إلى المشاركة الحاشدة حقيقة امتلأت الساحة بالمشيعين والمشاركين في هذا التكريم الحاشد وأيضا لفت النظر أيضا إلى أن هذا التشيع الحاشد هو دلالة أيضا على الدعم الكبير من قبل بيئة المقاومة لهذه المقاومة في خطها وفي عملياتها البارزة تجاه المواقع الإسرائيلية منذ أكثر من 8 أشهر دعما لغزة وشعبها الصامد أيضا. وكما يؤكد أيضا قادة المقاومة الإسلامية بأن القادة الجهاديون هم أيضا يسيرون في الخطوط الأمامية متواجدون في الخطوط الأمامية وأيضا يرتقون في هذه المواجهات وهذا لن يضعف المقاومة الإسلامية. بالطبع شهدنا اليوم سلسلة من العمليات البارزة إطلاق رشقات صاروخية مكثفة في تأكيد على أن المقاومة حاضرة وجاهزة لأي سيناريو وللرد على أي عملية اغتيال. بالطبع يعني هي المقاومة تقوم بتشييع شهدائها ولكن بالوقت نفسه تنفذ وتحافظ على عملياتها ولهذا دلالة كبيرة حقيقة عن عملها في المستوى العسكري. إذن هذا التشييع الآن يصل الجثمان الآن يوضع على منصة التكريم حاليا جثمان الشهيد الحاج أبو طالب يوضع هنا في الضاحية الجنوبية وسط تكريم وتشييع حاشد من قبل المشاركين هنا وأيضا من قبل المقاومة الإسلامية الذي أقامت هذا التشييع خصوصا هنا في الضاحية لتكريمه قبل نقل جثمانه إلى بلدة عتشيت الجنوبية. تبقى معنا زميلنا حسين ونبقى بالصورة حيث أنت وبطبيعة الحال سنعود إليك في المواكبة مع الإشارة إلى العاجل على شاشة الميادين. وسائل إعلام إسرائيلية بلدية حيفا تقرر فتح الملاجئ العامة المحصنة. إذن هذا في المواكبة للتطورات الكبيرة التي نتابعها من جبهة الإسناد اللبنانية في المواجهة. أعود إليك سيد حسين أيوب فيما كان يتفضل به زميلنا حسين السيد لهذه الصورة حسن. يعني سيد حسن أيوب ما كان يشير إليه زميلنا حسين السيد في رسالته هذه المشهدية المقاومة تزف شهداءها مباشرة حتى بالنسبة للقادة احتفاء شعبي. نحن أمام مشهدية صحيح في الضاحية الجنوبية لكننا نشاهد احتشاد شعبي على الحدود حيث يتم الاستهدافات الإسرائيلية ومع ذلك الناس تكون حاضرة في تشييع الشهداء على طريق القدس فيما في إسرائيل يتم إخفاء عدد القتلى من جنود الاحتلال. هناك الآن أزمة كبيرة بسبب قانون التجنيد الحريديم. هناك بعض الرسائل التي وصلت كما فهمنا من وسائل الإعلام الإسرائيلية لأهالي الجنود لا سيما الاحتياط بأنهم سيعتكفون لن يشاركوا طالما هناك تفرقة بين قوسين بالدم وهذا المصطلح استخدمه جالنت يعني في اعتراضي على هذا القانون. هنا كيف يمكن أن نقارن في هذه المشهدية في مواجهة بهذا المستوى؟ يعني اولا تحمليني استاذ رامي لا 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 ميدان للمقارنه هنا. نحن يعني لا يمكن مقارنه الحق بالباطل. لا يمكن مقارنه من يدافع عن وجوده وعن كيانه وعن حقوقه وبين المعتدي الذي يحاول ان يسلب شعوب المنطقه وفي مقدمه الشعب الفلسطيني حقوقهم وحريتهم وأيضا في لبنان يحاول أن يفرض واقع من بين المزدوجين الهزيمة أو منع حزب الله من أن يكون جزءا لا يتجزأ مما يعرف باسم محور المقاومة. لهذا السبب يعني نحن هنا نتحدث عن عقيدة قتالية سواء كان عند المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وفي الضفة الغربية أو العقيدة القتالية لحزب الله والتي تمتد لسنوات طويلة وتقوم ليس فقط على عنصر يعني الجرأة والإعداد الجيد تقوم أيضا على عنصر له علاقة بالإيمان وبالفكر والعقيدة الاستشهادية المعروفة تاريخيا. لهذا السبب يعني لا أرى أن يعني هناك وجه للمقارنة من هذه الناحية المبدئية وهذه هي الخلاصات يعني المهمة لذلك نطرحه ونستفيد منك بطرحك العلمي لذلك. بالمقابل إسرائيل تشهد ظاهرة فريدة من نوعها منذ عملية طوفان الأقصى. إسرائيل تعرف بأنها أمة سلاح أي أنها
أمة تقوم على ليس فقط تقدير حتى تقديس المؤسسة العسكرية، وهذه الأمة هويتها مرتبطة ارتباطا وثيقا بكونها أمة معسكرة، ويلعب فيها الجيش ليس فقط دور القوة الدفاعية أو الهجومية، لا، يلعب دور القوة التي تشكل الصمغ اللاصق لهذا المجتمع كمجتمع غريب ومجتمع استعماري استيطاني صعب أن تجد ما يجمعه. وصلنا اليوم إلى مرحلة عندما توجه عائلات جنود يقاتلون في قطاع غزة يوجهون النداء لأبنائهم بأن يكفوا عن القتال، هذا استثنائي بكل المقاييس. لم تعد فكرة الصهيونية بأن الدولة أسمى بكثير من حياتكم والجيش هو يعني درع داود هو بالتسمية التوراتية، هذا لم يعد قائما، ولذلك إسرائيل تخشى الآن أن ودرجة اللا يقين أيضا بالمناسبة لدى الجمهور الإسرائيلي وفق يعني دراسات قدمها معهد الأمن القومي الإسرائيلي منذ شهر أو شهر ونصف، قالوا أن مستويات الثقة من قبل الجمهور بقيادته السياسية في حالة تدهور مستمر، حالة اللا يقين من المستقبل القريب وحتى البعيد لدولة إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي وإمكانية تفسخه في حالة ازدياد، وهذا الشك وصل إلى المؤسسة العسكرية وهي المؤسسة التي لم تكن في يوم من الأيام محل خلاف بين كل مكونات المجتمع الإسرائيلي، هذا لأن سؤال الدولة لم يعد محل إجماع أيضا في إسرائيل، هذا يعني سبق السابع من أكتوبر وعملية طوفان الأقصى، هل إسرائيل دولة يهودية توراتية تريد أن تسحق الفلسطينيين وتتخلص منهم علنا، أم هي دولة تستطيع أن تتلفع برداء من الديمقراطية وتقول أننا دولة يهودية وديمقراطية في ذات الوقت؟ انكشفت إسرائيل تماما ليس فقط أمام العالم إنما أمام جمهورها أمام مجتمعها، هذا ما يحصل هو من تجليات ما كشفته عملية طوفان الأقصى وما تستمر المقاومة في كشفه سواء كان في فلسطين أو من جنوب لبنان، بأن دولة إسرائيل دولة بحقيقة الأمر هشة، وهي دولة يعني روجت لنفسها على أنها هي الملاذ الآمن ليهود العالم، هذا لم يعد كذلك بحقيقة الأمر، أصبحت هي أكثر دولة يعني يمكن أن تشكل تهديدا على أمن اليهود، ليس لأن جيرانها يعني يتآمروا ويريدون أن يتخلصوا من اليهود وكل هذه الإسطوانة المشروخة، ببساطة لأنها دولة قامت على حد السيف وتريد أن تستمر في أن تكون موجودة بحد السيف وعلى دماء الفلسطينيين. هنا المقارنة إذا أردنا أن نقارن، هذه هي المقارنة الحقيقية التي يمكن يعني أن يتم الحديث عنها، في مقابل أن الفلسطينيين واللبنانيين والمقاومة الفلسطينيين واللبنانيين وسواهم من قوى المقاومة بمرور الزمن ورغم التفاوت الصارخ في موازين القوى بالمعنى التقني بالمعنى التكنولوجي والقدرات العسكرية، إلا أن العامل الذي يمتلكه الفلسطيني وتمتلكه المقاومة عموما لا يوجد عند الطرف الآخر، وهو التفوق الأخلاقي لقضيته وإيمانه العميق بأحقية هذه القضية وأنها تمثل يعني أسمى وأنقى ما في الأمتين العربية والإسلامية، في حين أن الحيز العربي والإسلامي اختار في علاقته مع إسرائيل أن يسير على قاعدة إذا لم تستطع أن تهزمهم انضم لهم، هذه القاعدة لم تأخذ بها المقاومة، في مقابل إعلان الهزيمة من النظام الرسمي العربي أمام إسرائيل والحركة الصهيونية مدعومة من الولايات المتحدة، هنالك قوى لا زالت تقول لا، الهزيمة ليست خيارا والاستسلام ليس خيارا، الدفاع عن الحقوق وعن الكرامة وعن الحرية وعن الأرض والعرض وعن القيم والمبادئ والعقيدة هي مسائل تحتل سلم رأس سلم الأولويات، هذا مغزى ما يحدث إذا ما أردنا أن نقارن. نعم، وأنا أستمع إليك سيد حسن أيوب، أنت يعني رسمت مروحة واسعة وشرحت أيضا حقيقة الداخل الإسرائيلي والارتدادات الكبيرة والخطيرة التي يمكن أن نراها في ظل هذه المواجهة، سأعود إليك لكننا أيضا نشير مجددا إلى أن نواكب هذه المراسم التشييع والتكريم للقائد في المقاومة الإسلامية في لبنان الشهيد طالب عبد الله الحاج أبو طالب في الضاحية الجنوبية لبيروت شهيدا على طريق القدس، نتابع هذه الصور والمشاهد. Thank you.
إذن نتابع هذه الصور، هذه مراسم التكريم والتشيع، ونستمع الآن والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد السيد وعلى آل وصفي الدين بيته الطيبين الطاهرين، رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. نحن هنا اليوم نودع أخا عزيزا وحبيبا، نودع قائدا شهيدا جاهد في الله حق الجهاد إلى أن اختاره الله تعالى واجتباه واصطفاه بعد سنوات طويلة من العطاء والحضور الدائم في ميادين القتال، مقاتلا ومغوارا ومخططا ومديرا ونموذجا في الإقدام والشجاعة والخبرة. الحاج أبو طالب هو توأم الجهاد والسلاح، فمنذ نعومة أظافره إلى آخر لحظة من حياته لم يغادر ساحات الوغى والقتال. لقد ولد شجاعا وشب فارسا وقاتل مجاهدا صابرا محتسبا، ومضى في دروب الحياة والصعاب والجبال والوديان في ظل الثغور التي عركته بأيامها ولياليها وفي الجبهات ومحاورها وتلالها. تقلبت الأيام والأحوال بين يديه وأمام ناظريه، ولم ينقلب عن ساحة حبه وعشقه وهي جبهات القتال. لقد التصق بالأرض والتراب المعتق بدم أحبائه الشهداء ورفاقه الذين مضوا وقضوا ولم يمض عنهم، بل مضى إليهم مطمئنا ووفيا. الحاج أبو طالب كما نعرفه ونشهد أمام الله عز وجل أنه كان مثال الأخلاق الحميدة ومثال الإيمان الراسخ والمنطق الوازن والعقل الراجح، وكل ذلك في إطار التكليف والمسؤولية التي لم يحد عنهما بتاتا في أي ظرف من الظروف. هو مشروع شهادة منذ زمن، وهو بطل من أبطال تموز 2006، وهو من الذين حطموا كبرياء العدو وأذلوه وألحقوا به الهزائم والعار والهوان. من الطبيعي أن يكون أبو طالب هدفا دائما، ولذا فإن شهادته اليوم هي كرامة مستحقة وجديرة بالفخر والاعتزاز لعائلته، لأهله، لإخوانه، لأخواته، لأبنائه وأحبته في كل هذه المقاومة. أيها الأعزاء، العدو ما زال على غيه وحماقته ولم يتعلم من كل التجارب التي مضت. حين يعتقد أن اغتيال القادة يضعف المقاومة ومجاهديها، فإن التجربة الراسخة أثبتت أنه كلما استشهد منا قائد ازدادت المقاومة رسوخاً وصلابة وقوة وعزماً في الميدان. إذا كانت رسالة العدو في النيل من قائدنا وحبيبنا وعزيزنا الشهيد أبي طالب، إذا كانت رسالته النيل من عزيمتنا لنتراجع عن موقفنا في إسناد المظلومين والمجاهدين والمقاومين في غزة الأبية، فعليه أن يعلم أن جوابنا القطعي والحتمي
والذي لا تردد فيه بعد هذه الدماء الزاكية لقائدنا الغالي والعزيز أن جوابنا بعد استشهاد أبو طالب سنزيد من عملياتنا شدة وبأسة وكما ونوعا ولينتظرنا في الميدان. سيرى هذا العدو من هم أخوة وأبناء أبي طالب، سيعرف هذا العدو من هم أبناء المقاومة الإسلامية في لبنان، من هم أبناء من هم أتباع محمد وعلي الذي يلقنونه الضربات ويسقطون مسيراته ويستهدفون مواقعهم الحصينة التي أحالها المقاومون إلى ما يشبه أكياس الملاكمة للسلاح القديم وللسلاح الجديد. إذا كان العدو كما تعلن وسائل إعلامه في كل يوم، إذا كان يصرخ ويئن مما أصابه في شمال فلسطين فليجهز نفسه للبكاء والعويل. أيها الأعزاء، الشهادة هي أمنية كل مجاهدينا وغاية كل قائد من قادتنا، فهي الطريق الأسرع لبلوغ غاية المنى والكمال الذي ينشده أهل الإيمان، حيث يلتحقون بمن مضى من الشهداء والأولياء وحسن أولئك رفيقا. في أمان الله أيها الأخ العزيز والحبيب، والتهنى بشهادتك، لقد مضيت ووفيت، وعهدنا لك ولكل إخوانك الذين استشهدوا معك بالأمس وفي كل ساحات القتال، عهدنا الدائم أننا سنمضي قدما بثبات حتى يكتب الله لنا نصرا مؤزرا موعودا، وهو آت حتما بإذن الله تعالى، أو يكتب لنا شهادة خالصة في سبيل الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. إذن تابعنا وإياكم مشاهدين هذه الكلمة للسيد هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله في تكريم وتشييع الشهيد القائد الحاج أبو طالب، فيما يعني تحدث عن مناقب هذا الشهيد الذي عرفته ميادين القتال وتوأمة الجهاد والسلاح، وتحدث عن محطات أذل فيها الاحتلال وكان بطلا من أبطال 2006 كما قال الشهيد السيد هاشم صفي الدين، لكنه أيضا وجه الرسائل للاحتلال الإسرائيلي الذي قال بأنه العدو ما زال على غيه وحماقته، حين يعتقد أنه إذا اغتال قادة من المقاومة فإنه يضعف هذه المقاومة، وقال وإنما نزداد قوة ورسوخ وصلابة بالميدان. قال جوابنا بعد استشهاد الحاج أبو طالب سنزيد من عملياتنا شدة وبأسا وكما ونوعا ولينتظرنا بالميدان كما قال السيد هاشم صفي الدين. نعود مجددا إلى زميلنا حسين السيد معنا يواكب هذا التكريم والتشييع، نكمل وإياك أبرز ما جاء في هذه الكلمة ونواكب وإياك هذه المراسم حيث وصلت. نعم رامي، يعني بالطبع تحتشد الحشود الآن خلف جثمان الشهيد أبو طالب في ساحة عاشوراء هنا في الضاحية الجنوبية لبيروت، ولكن كما استمعنا كان البارز في كلمة السيد هاشم صفي الدين حقيقة ما يبدو أنه إعلان عن مرحلة جديدة للعمليات في جنوب لبنان. هو توعد العدو بمزيدا من العمليات بأسا وكما ونوعا، وأيضا قال فليجهز نفسه للبكاء والعويل. إذن السيد هاشم صفي الدين تحدث عن أن المرحلة القادمة سيكون فيها تكثيف للعمليات، سيرى العدو كما قال من هم إخوان الشهيد أبو طالب الذين سيقومون بتنفيذ عمليات مكثفة تجاه المواقع الإسرائيلية وتجاه هذا العدو. أيضا قال إن العدو
أحمق إذا كان يعتقد بأن عبر اغتيال هؤلاء القادة سيوقف مد هذه الجبهة وسيوقف عمليات هذه الجبهة، بل على العكس كما أكد ستزداد هذه العمليات إذن شدة، ولن يثني هذا الاغتيال من استمرار هذه الجبهة المساندة لغزة التي تستمر منذ نحو 9 أشهر. إذن هذه الجبهة ستكثف من عملياتها بحسب كلمة السيد صفي الدين. وأيضا تحدث عن مسيرة الشهيد القائد الكبير أبو طالب الذي كان له مسيرة حافلة مع المقاومة الإسلامية في لبنان منذ يعني نعومة أو منذ يعني شبابه، كما أكد السيد هاشم صفي الدين كان مع المقاومة، كان قائدا بارزا، نفذ العديد من العمليات، كان سببا في العديد من الهزائم لهذا الاحتلال سواء هنا في جنوب لبنان أو أيضا في مواقع أخرى، نفذ خلالها يعني العديد وألحق العديد من الهزائم بهذا العدو. إذن نحن أمام، نستطيع أن نقرأ أننا أمام مرحلة جديدة من العمليات في جنوب لبنان، انطلاقا مما أكده السيد هاشم صفي الدين في هذه الكلمة. ننتظر في الأيام المقبلة طبعا ماذا سيكون عليه الحال في الجبهة. وأيضا حاليا التكريم لا يزال قائما للشهيد أبو طالب، الصلاة على جثمان الشهيد الآن قائمة كما نشاهد هذا الحشد الكبير من الناس خلف جثمان الشهيد هنا. طبعا سيتم نقل جثمان الشهيد كما قلنا سابقا إلى جنوب لبنان، تحديدا إلى بلدة عتشيد حيث سيوارى بالثرى. ولكن المهم أيضا مما نقرأه هنا بما يحصل هنا هو هذا الدعم الكبير للمقاومة، الوقوف خلف هذه المقاومة في عملياتها، وأيضا بأن هذه عمليات الاغتيال هذه للقادة تحديدا التي يحاول الاحتلال ترويجها كانتصار له لن تثني المقاومة، بل وعلى العكس ستزيد من إصرارها ومن عملياتها. وهذا ما شاهدناه أصلا خلال هذه الشهور التي مضت منذ 7 أكتوبر، كان هناك تكثيف فعلا للعمليات وردود قوية من قبل المقاومة على اغتيال القادة الشهداء تحديدا الحاج وسام طويل أيضا الذي كان قد اغتيل خلال هذه المواجهة. تم الرد على هذا الاغتيال بعمليات يعني نستطيع أن نقول أنها كانت كاسرة لما يحدث في جنوب لبنان من عمليات يومية. وأيضا نحن أمام الآن مرحلة جديدة منذ اليوم، نستطيع أن نقول نتبع ونشاهد الجبهة ونقرأ الجبهة لنعرف ماذا سيكون عليه الحال في الأيام المقبلة بعد استشهاد هذا القائد الكبير وبعد تكريمه ودفنه في بلدته جبشي. نعم، إذن زميلنا حسين نتابع هذه الصور فيما يؤم الصلاة على جثمان الشهيد القائد أبو طالب السيد هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، ونحن نواكب هذه الصلاة على جثمان الشهيد على طريق القدس. الإشارة التي تفضل بها أيضا زميلنا حسين مهمة جدا فيما قاله السيد هاشم صفي الدين في كلمته في مراسم التشييع والتكريم هذه، وكأننا أمام مرحلة جديدة، سيما وأنه قال إذا كانت وسائل الإعلام الإسرائيلية يعني تنقل أن جيش الاحتلال يصرخ نتيجة ما أصابه في شمال فلسطين فليجهز نفسه للبكاء والعويل كما قال السيد هاشم صفي الدين، ولينتظرنا بالميدان. هذا يعني أننا أمام ربما مرحلة جديدة، أقل يمكن يعني تلمس مؤشرات ذلك في المستوى الذي وصلت إليه العمليات اليوم في إطار الرد واستكمال جبهة الإسناد اللبنانية في جبهة جنوب لبنان، عندما نتحدث عن الصلية الصاروخية الأكبر منذ بداية الحرب وبداية هذه الجبهة في ساعة واحدة بلحظة واحدة 150 صاروخا في غير مكان في مروحة واسعة شرق شمال أرضنا المحتلة فلسطين، كانت تحت مرمى النيران في مواقع عديدة وعسكرية ولا سيما مصنع بلسان التابع لرفائيل، المصنع الخاص بالصناعات العسكرية تلك التي تقوم بتدريع الآليات العسكرية الإسرائيلية. إذن نحن نواكب عملية التشييع هذه والتكريم في الضاحية الجنوبية لبيروت في باحة عاشوراء، حيث سينطلق موكب التشييع إلى عتشيد في جنوب لبنان لمواراة الثرى للشهيد القائد الحاج أبو طالب الذي ارتقى بعملية اغتيال إسرائيلية نفذتها في جوية في جنوب لبنان. سيد حسن أيوب، بالعودة إليك ونحن نواكب هذه الصور، تعليقا على ما قاله السيد هاشم صفي الدين، وكأننا إذن أمام مرحلة جديدة من المواجهة في جنوب لبنان في وقت تقول أو تنقل وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه مصدر سياسي إسرائيلي يقول بأن إسرائيل ليست معنية بالتصعيد في الشمال.
يعني أعود لما قلته في البداية ولتصريحات سابقة لنائب الأمين العام لحزب الله السيد نعيم قاسم، وما أريد أن أقوله بهذا الصدد هو أنه في كل تحرك سياسي ودبلوماسي تحديدا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو من قبل الدول الأوروبية، دائما ما يقال للحكومة الإسرائيلية بأننا غير معنيين بتصعيد الوضع في شمال فلسطين مع حزب الله، لأن كل هذه الأطراف تدرك جيدا ما يمكن لمثل هذه المواجهة أن تلحقه بإسرائيل. حزب الله ليس لقمة سائغة لكي يعني تستطيع إسرائيل أن تتعامل معه بالمنطق العسكري البحت. والتأكيدات الإسرائيلية المتواصلة أننا غير معنيين بتوسيع نطاق المواجهة مع حزب الله هي دليل على أن إسرائيل التي طالما أتقنت ما يعرف باسم يعني لعبة الرقص على حافة الهاوية، هذه المرة لا تستطيع أن تقوم بمثل هذه المغامرات حزب الله. وهذا يبين بشكل مرة أخرى يؤكد أهمية أن هناك اليوم واقعا استراتيجيا مختلفا على إسرائيل وعلى كل المعنيين أن يتعاملوا معه، لا يمكن تجاهله أو لا يمكن يعني أخذه بعين الاعتبار عندما يتم الحديث عن أي ترتيبات سياسية أو دبلوماسية ذات صلة بما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية. نعم، إذن نحن نتابع أيضا هذه الصور. إذن بدأ موكب التشييع من هذه المحطة في باحة عاشوراء في الضاحية الجنوبية لبيروت للشهيد الحاج القائد أبو طالب، محمولا على الأكتاف يحمل جثمانه شهيدا على طريق القدس. نحن نتحدث عن قائد له باع طويل في ساحات الميدان والمواجهة، نتحدث عن تاريخ نضالي وجهادي طويل وعطاءات كثيرة، تحدث عن عدد منها السيد هاشم صفي الدين في كلمته في مراسم التشييع هذه والتكريم، عندما قال رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله بأن عرفته ميادين القتال هو لديه توأمة بين الجهاد والسلاح ولم يغادر ساحات الوغى والقتال ولديه التصاق بالأرض و التراب، مشروع شهادة كان منذ زمن وبطل من أبطال 2006 وقد أذل الاحتلال وأذاقه الهزيمة لا سيما في 2006 ومحطات سبقتها وتلتها أيضا، واعتبر بأن شهادته كرامة مستحقة وجديرة بالفخر والاعتزاز لأهله ولجمهور المقاومة ولكل يعني من يؤمن بهذا الخط. إذا نحن نتابع هذه الصور والمشاهد انطلاق موكب تشييع الشهيد القائد الحاج أبو طالب من باحة عاشوراء في الضاحية الجنوبية لبيروت، سينطلق هذا الموكب وصولا إلى عتشيد هذه البلدة، بلدة الشهيد القائد أبو طالب في جنوب لبنان، حيث سيوارى في الثرى هناك، وهو الذي ارتقى بعملية اغتيال قامت بها إسرائيل في جوية في جنوب لبنان. إذن محمولا على الأكتاف والصيحات التزاما بالمسار، إذن الشهيد أبو طالب شهيدا على طريق القدس. شكرا على الاستضافة. تبقى معنا سيد حسن أيوب، نحن دقائق وننهي هذه الساعة، لكننا نستفيد منك أيضا في قراءة الواقع الداخلي الإسرائيلي والخيارات والمسارات التي يمكن أن نصل إليها، حيث وصلنا في محطة المواجهة في استعصاء كبير في ميدان غزة وأزمة وتحديات تتسع أمام الحكومة الإسرائيلية لا سيما بعد استقالة جانتس والافتراق الكبير بين وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالنت ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تجلت معارضة جالنت لقانون تجنيد الحريديم، والحديث عن مسارات قد تصل ربما لفتح سيناريو بقاء هذه الحكومة من عدمه أو مسار الانتخابات المبكرة. نحن نتحدث أيضا عن درس الخيارات بالنسبة لجبهة جنوب لبنان، الرئيس التنفيذي لمنتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي يقول ما يخيف إسرائيل والمنظومة الأمنية هو أن يقصف حزب الله أهدافا أبعد من حيفا والخضيرة، والذي أيضا كان نقل للقناة الثانية عشرة عن حول قدرة حزب الله مع 200,000 صاروخ، هذا حسب تقديرات إسرائيل موجهة لكل أنحاء إسرائيل، هي قدرة لا يمكن القضاء عليها حاليا حتى عبر دخول بري. هذا يدفعنا للسؤال عن الخيارات سيد حسن أيوب. إذا كنت تقصدين خيارات إسرائيل، صحيح خيارات إسرائيل محدودة
محدودة أولا بحكم أنه يتبين بالتجربة الملموسة أنه لا يمكن لإسرائيل أن تقاتل على أكثر من جبهة. هذا ما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية بالمناسبة أن تقوله للحكومة الإسرائيلية، أنه لا يمكن في ظل التطورات، في ظل يعني التنوع الجبهات المقاومة التي تواجه إسرائيل، لا يمكن لإسرائيل أن تخوض يعني مواجهات مفتوحة يمكن أن تؤدي إلى أي إنجازات يعني، وبالحد الأدنى يمكنها أن بين مزدوجين أن تحفظ ماء إسرائيل. هذا لم يعد واردا أبدا. من ناحية ثانية، فإن الوضع الداخلي الإسرائيلي الذي تحدثنا عنه قبل قليل، وبالتحديد فقدان هذه الحكومة لشرعية اتخاذ القرار وبالناحية الشعبية، أنا أتحدث الآن وليس من الناحية القانونية أو الدستورية، لأن هذه الحكومة لا زالت تتمتع بتأييد 64 عضو برلمان إسرائيلي، ويمكنها أن تحافظ على استمراريتها وبقائها. الضغوط التي تواجهها الحكومة على المستوى الداخلي، وتحديدا بعد الاستقالات التي تحدثنا عنها، والانتقادات التي توجه لبنيامين نتنياهو، وأحيانا توجه للمستويين العسكري والأمني، وتعتبر أن كل ما جرى منذ عملية طوفان الأقصى وحتى الآن هو تراكم للفشل، وإصرار على استراتيجية مواجهة سواء كان في قطاع غزة أو في الشمال، لا يمكن لها أن تحقق أي أهداف استراتيجية. ولسان حال الإسرائيليين يقول إذا كان في قطاع غزة وفي مواجهة حركة حماس والجهاد الإسلامي وباقي فصائل المقاومة التي لا تقارن قوتها وخبراتها بقوة وخبرات حزب الله في الشمال، فكيف إذا ورطت إسرائيل نفسها في مواجهة مفتوحة مع حزب الله؟ هذا الاعتبار الأساس في الخيارات الإسرائيلية. الولايات المتحدة حاولت مرارا، بما في ذلك في الخطاب الأخير للرئيس الأمريكي جو بايدن عندما عرض خريطة الطريق، هو قال المغزى السياسي من كل ذلك هو أحد أهم أهدافه هو إنهاء المواجهة في الشمال مثل ما قال، أي مع حزب الله، والتوصل إلى تسويات والانتقال إلى بناء حلف إقليمي عربي إسرائيلي أمريكي مثل ما قال في مواجهة إيران. هو في حقيقة الأمر ليس فقط في مواجهة إيران، هو في مواجهة إيران وفي مواجهة يعني حلف المقاومة الذي تبين. لكن هل ما زالت هناك سيد حسن أيوب مقومات للحديث عن حلف اليوم في المنطقة عربي إسرائيلي، حيث وصلنا الآن لدينا الكثير من الأسئلة التي تقفز، وإسرائيل أمام الأسئلة الصعبة، لكن اليوم ليس فقط نحن نتحدث، العنوان الأساسي هو وقف إطلاق النار في غزة، ووصلنا لمحطة مجلس الأمن وهذا القرار، والادعاء الأمريكي بأنه في موافقة إسرائيلية، ولدينا رد من حركة حماس سلم للوسطاء، وقال البيت الأبيض بأنه يعني رد مفيد ويتم العمل على درسه. لكن أيضا بالنسبة لجبهات الإسناد والمواجهة، ويفترض السؤال في جبهة الإسناد اللبنانية ليس فقط وقوفها مع وقوف العدوان كما رسمت المقاومة، لكن أيضا في سؤال الترتيبات ما بعد ذلك على الحدود بين لبنان وأرضنا المحتلة فلسطين. سأحتفظ بهذا السؤال لك سيد حسن أيوب، لكن سننتقل إلى جنوب لبنان، ويطل علينا هذه المرة من هناك زميلنا عباس صباغ، نقف عند آخر التطورات في الميدان حتى الساعة، وإياك عباس. نعم رامي، تحية لك والمشاهدين المشاهدين. كان بطبيعة الحال اليوم الملتهب الذي شاهدناه في إطار الرد على اغتيال القيادي في المقاومة الشهيد أبو طالب ورفاقه في غارة من مسيرة على بلدة جوية، هناك 12 عملية أعلنت عنها المقاومة حتى هذه اللحظة، 4 عمليات استخدمت فيها صليات من صواريخ الكاتيوشا باتجاه 4 مواقع لدى جيش الاحتلال في عين زنتيم وفي سعسع وفي ميرون بعشرات الصواريخ، وأصابت معملا لإنتاج المعدات العسكرية في سعسع بحسب بيان المقاومة. أيضا معظم المواقع الإسرائيلية في تلال كفر شوبة ومزارع شبعة المحتلة كانت تحت نيران المقاومة الإسلامية هذا اليوم بدءا من قرابة الساعة 10:30 من قبل ظهر اليوم. نتحدث عن مواقع رويسات العلم ورويسة القرن والرمثة والسماقة. أيضا استهدفت المقاومة مواقع الراهب وراميا وبركة ريشة بنيران موجهة ومباشرة من لبنان. يعني هذه أبرز
العمليات حتى هذه اللحظة. اليوم كان ملتهبا في إطار الرد على اغتيال الشهيد أبو طالب ورفاقه، وأيضا في إطار الإسناد لجبهة غزة ولمقاومتها. أما آخر الاعتداءات الإسرائيلية رامية التي سجلناها حتى هذه اللحظة، كان هناك قصف مدفعي بالقذائف الفوسفورية على أطراف بلدة العديسي، وأيضا قصف بالقنابل الحارقة على أطراف بلدة حلتا هنا في منطقة العرقوب، إضافة إلى اعتداءات على أطراف بلدات لبنانية أخرى، وأيضا تنفيذ نفذ جيش الاحتلال غارات على بلدات الطيبة ومركبة وزبقين. هناك إصابة طفيفة واحدة في بلدة مركبة جراء إلقاء قنابل من درون أو مسيرة صغيرة إسرائيلية، لكن إصابته بحمد الله إصابة طفيفة. وأما سائر الغارات فلم يفد عن وقوع إصابات، إضافة إلى أن يعني موقع الاحتلال في رويسات العلم وجه أسلحته الرشاشة في اتجاه بركة النقار في شبعة وأصاب مركزا للجيش اللبناني، ولم نفد حتى الساعة عن إصابات. هذه أبرز ما شهده هذا اليوم، هذا اليوم الملتهب في الشمال حتى هذه اللحظة. نعم رامي. نعم عباس، سنبقى وإياك مع كل جديد في المواكبة والمتابعة في هذه التطورات الكبيرة والمستمرة في جنوب لبنان، هذه الجبهة، جبهة الإسناد اللبنانية. أشكرك إذا من على الحدود في جنوب لبنان مع أرضنا المحتلة فلسطين، مراسل الميادين عباس صباغ، نعود إليك مع كل جديد كما أشرنا. وكان في عجل على شاشة الميادين، من المهم الإشارة إليه، حركة الجهاد الإسلامي أيضا لديها في بيان للنعي والشهيد طالب عبد الله الحاج أبو طالب، قالت عنه لديه حضور كبير ومميز في مسيرة المقاومة وعلى الخصوص في مواجهة الجنوب دفاعا عن لبنان وغزة، حيث ختم مساره الجهادي شهيدا على طريق القدس. بالعودة إليك سيد حسن أيوب، فيما كنت سألتك عن الظروف الآن لواقع المنطقة وعن الأسئلة الصعبة ليس فقط بالنسبة لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وجبهات الإسناد، لكن قد يسأل عن اليوم التالي لما بعد الحرب في غزة، ويفترض أن يسأل عن اليوم التالي ما بعد هذه المواجهة في جبهات الإسناد، خصوصا على الحدود اللبنانية مع أرضنا المحتلة فلسطين. نحن أمام قواعد اشتباك مختلفة تماما. بحقيقة الأمر يعني أريد أن أرى بآخر بضع دقائق على السلوك الأمريكي، وهو ما يفسر من وجهة نظري واحدة من أهم العقبات أمام إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأمام إمكانية أن يتم وقف المواجهة في الشمال، ببساطة لأن الولايات المتحدة الأمريكية رأت في عملية طوفان الأقصى وفي العملية الإسرائيلية المستمرة بعدها على قطاع غزة ومساندتها فرصة لكي تعيد ترتيب أوراق المنطقة خدمة للمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة والإسرائيل، وأقصد بذلك ترتيب المنطقة، في حين أن الولايات المتحدة بدأت تفقد ليس فقط مصداقيتها بل قدرتها على التحكم بمجريات الأمور في المنطقة العربية. لذلك تعيد إنتاج ذات الفكرة القديمة منذ أن كان باراك أوباما رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، وهي إنشاء حلف، وهذا الحلف كما قال أنتوني بلينكين منذ 3 أسابيع حلف دفاعي، سماه حلف دفاعي مع دول الخليج ومع إسرائيل وأطراف عربية، باعتباره يعني التغليف السياسي لما تراه الولايات المتحدة الأمريكية نصرا لإسرائيل في محاولتها لإقناع إسرائيل بأن هذه جائزة يقع في القلب منها يعني التطبيع الموعود أو التطبيع المنتظر بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل باعتباره الجائزة الكبرى. هذا المخطط الأمريكي، هذا ما تريده الولايات المتحدة فيما يعرف باسم اليوم التالي، لأن تعبير اليوم التالي وتعبير مخادع إلى أبعد الحدود. الآن ليس كل ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية قابل للتحقق أو يمكن أن يحصل، يعني هذا لا يوجد فراغ هنا، لا يوجد فراغ من ناحية القوى السياسية وقوى المقاومة وقدرتها على إفشال هذا المخطط، لا يوجد فراغ. الافتراض بأنه يمكن تحقيق ذلك لأن الولايات المتحدة قادرة على حشد قوى إقليمية وعربية وراء مثل هذا التصور لا يعني بالضرورة أنه سيتم، وأنا أرى أنه أصبح اليوم أصعب مما كان عليه سابقا، لأنه كان مبني بالأصل على الرهان على أن إسرائيل قادر على أن تلحق هزيمة ساحقة بالمقاومة في قطاع غزة وفي الضفة الغربية
وفي الشمال، وهذا لم يتحقق حتى الآن، وهذا هو المأزق الإسرائيلي الأمريكي في هذه اللحظة. شكرا جزيلا لك دكتور حسن أيوب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح بنابلس، ضيفنا كنت معنا من نابلس. شكرا لكل من شارك معنا في هذه الساعة من التغطية. مشاهدينا نحن مستمرون وإياكم في المواكبة، نستأنف على رأس الساعة مع ظهيرة الميادين، إلى اللقاء.